السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسعد بكم وليلة جديدة من ليالي ملعب الشمس. حصاد يتجدد معكم مع عبد الناصر زيدان مساء كل أربع وخميس وجمعة في تمام 11:30 مساء. بعتذر عن التأخير، بس شوية وقت كده في الخريطة البرامجية رحلت بعد الأمور، فبنعتذر على هذه الدقائق في التأخير. لكل من يتابعنا عبر النايل سات يمكنكم أن تضبطوا التردد على 12.053 رأسي. أما من يتابعنا عبر السوشيال ميديا فلهم أن يتابعونا من خلال صفحة ملعب الشمس على الفيسبوك وقناة الشمس على اليوتيوب. وكل من يريد أن يتابعنا على صفحات أخرى أيضا من خلال صفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان الموثقة على الفيسبوك وقناة الإعلامي عبد الناصر زيدان على اليوتيوب. النهاردة معي حلقة مهمة جدا وساخنة جدا جدا جدا، أتكلم فيها عن بعض الملفات الساخنة والمهمة، ويمكن لأول مرة يظهر معايا ضيف مهم جدا بعد أزمة دوري المحترفين والأندية الشعبية وأندية ما أطلق عليهم القسم الثاني به، 56 نادي والخناقة اللي كانت حاصلة واللي حاصل. يمكن سيادة النائب طارق السعيد رئيس مجلس إدارة قلعة الشواكيش كان حديث الرأي العام خلال الفترة الماضية، ولكنه آثر عدم الحديث إلا مع نهاية هذه الأزمة في ليلة كلها أسرار وكواليس ربما تحكى لأول مرة. أيضا فاجأنا نادي الكرنس بتقديم تظلم قلب الطاولة ولو حتى مؤقتا أمام الرأي العام، وماذا يحدث؟ تظلم من شكل الشروط التي وصلت إلى الأندية فيما يخص دوري المحترفين، وتظلم يطالب بتعويضات مالية وأمور كثيرة جدا نتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله. ولكن قبل ما أعرف ضيوفي في دقيقتين عايز اتكلم عن نقطة مهمة جدا من غيرتي على بلدي، ما صرح به الزميل العزيز وليد الفراج ام بي سي اكشن، وهو صديق عزيز تربطني به علاقة محترمة جدا، وانا بقول له هنا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ولكن وليد اخطأ عندما زج بالكرة المصرية في اتون كلام فارغ وملوش اي 30-60 لازمة. ليه؟ احنا ويمكن كنت بتكلم في الكواليس مع سيادة النائب طارق السعيد ومع الخضر بيه ابراهيم سعداء باللي بيحصل في السعودية، ونتمنى السعودية تبقى بتنظم كاس العالم، وبنثني على الدولة وبنثني على المسؤولين عن الرياضة وما صنعوه للدوري السعودي. ففي الوقت اللي الاعلام المصري بيشكر ويثني ويتابع واحنا قاطرة وقوة ناعمة غصب عن عين اي حد، فلما نثني ونشكر ونبارك ده معناه بندعم اشقائنا في السعودية وفرحانين بيهم وفرحانين ليهم. انت بتزج بينا في جملة مفيدة ليه يا عم؟ عندنا اللي عندنا، ولكن ما دمت قد تحدثت انا عايز اقول كلمتين. يا سيد وليد، ما يحدث في الدوري السعودي شيء يفرحنا، ولكن انت بتشتري لعيبة بمليارات، الناس رايحة تتفرج على اللعيبة مش على الدوري السعودي. لكن الدوري المصري هو وطن، ناس كتيرة جدا عايشة في وطن الكرة العربية. يعني النهاردة حضرتك لما اروح الخليج الاقي في مشجعين للترسانة حتى الان، لما اروح في راس الخيمة في الامارات اتذكر صديق اسمه الشيخ محمد القاسمي الاسماعيلاوي جدا، وهو بيحكي لي ازاي كان يطلع من المدرج عكان يروح يتفرج على حسن الشاذلي في الترسانة والله، ويروح الاسماعيلية عشان يتفرج على الكابتن علي بوجريشة. دي الكرة المصرية. اما اذا تحدثت عن كلاسيكو العرب فكلاسيكو العرب هو الاهلي والزمالك، يظل كل واحد في الخليج كله دائما وابدا منقسم ما بين اهلاوي او زملكاوي، ورث ذلك ابا عن جد. فالدوري المصري وطن للكره العربيه، تختلف فيه الاسماء ويذهب من ذهب وياتي من اتى، يظل عشق
للمصريين وللعرب في كل مكان في العالم. لكن حضرتك ويؤسفني ان انا اقول كده، انت جايب نيمار، انا رايح اتفرج على الهلال ولا على نيمار؟ لا، رايح اتفرج على الهلال. ده لو مصري، لكن سعودي او في السعودية رايح اتفرج على نيمار. الفرق كبير. كلاسيكو العرب اهلي وزمالك، الناس كلها بتظبط المحطة في العالم العربي والعالم كله، ومليارات بيشوفوه عشان ده الكلاسيكو المصري العربي الاهلي والزمالك والافريقي. ليه؟ اقوى نادي في القرن الافريقي الاهلي، وتاني اقوى نادي في من حيث الشعبية والجماهيرية في افريقيا والعرب هو الزمالك. دي حسابات واحصائيات. فالنهارده حضرتك لما تيجي تقول لي الكلاسيكو النصر والهلال، لا، انا رايح اتفرج على نيمار في الهلال، رايح اتفرج على كريستيانو في النصر، رايح اتفرج على سين في الاتحاد، وخصوصا لو جابوا محمد صلاح والكلام ده كله. لكن الناس هنا جايه للكره المصريه والاهلي والزمالك. تعالى بقى بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه عشره ينتهي الغرض ويتحقق الهدف من الصرف واللعيبه دي تمشي، مين اللي هيتفرج على الدوري السعودي؟ مفيش. يبقى اللي جاي يتفرج على الدوري السعودي جاي يتفرج على نجوم تم استقطابهم بمليارات ولا بملايين. لكن اللي جاي يتفرج على الدوري المصري جاي يتفرج على الكرة المصرية وكلاسيكو العربي الأول الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. عشان كده عجبني جدا رئيس الرابطة صديقي العزيز النائب أحمد دياب لما قال سيظل كلاسيكو العرب الأهلي والزمالك رضي من رضى وأبى من أبى. ومن غير ما يرضى ومن غير ما يأبى هو كلاسيكو العرب بلا منافس. كنت أتمنى من صديقي وليد الفراج ويعلم أنه له مكان لدينا، ربما تكون تلاشت من كثيرين أولهم أنا، ألا يزج بالكرة المصرية ولا يزج بينا فئاتون هذا الموضوع، لأن إحنا لا طرف ولا تكلمنا ولا قلنا ولا عدنا ولا زدنا. حتى لما رجع اعتذر وأنا ما كنتش أقصد، هي طلقة خرجت من مسدس لأن الكلمة كالرصاصة، فلا يصلح معها الاعتذار. يا ريت يبقى في ضبط نفس ويكون في شيء من الكياسة واختيار الألفاظ والدنيا دورة. خليني أرحب بضيوف الكرام معي ومعكم، ولأول مرة بعد أزمة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء الأندية، السيد النائب المحترم طارق بك السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة. طارق بك، السلام عليكم. أهلا بك، منور الدنيا. أهلا بك بسادة المشاهدين. أهلا بك. أيضا كل أربعاء أيضا يتجدد اللقاء مع صديقي العزيز المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي الكرنس العزيز الغالي. مساء الفل يا باشمهندس. مساء الفل يا كابتن عبد الناصر، وسعيد طبعا مع وجودي مع القيمة والقامة معالي النائب طارق السعيد. هل لكم تعليق على الكلام اللي أنا قلته؟ لا، كلام محترم طبعا. يعني يا جماعه برضو يمكن خانوا التعبير مثلا وبتاع، كلنا يعني فرحانين باللي بيحصل طبعًا في الكره السعوديه، حاجه كويسه وربنا يكرمهم. بس جمله مفيده ليه؟ طيب احنا مش طرف في الموضوع. لا، انا ممكن اقول لك يعني تعليق بسيط يعني على هذا الامر. اولا تحياتي لما يحدث في الخليج، مش السعوديه بس، ما يحدث في الخليج ليس فقط مستوى الدوري الاماراتي او السعودي او واحيانا القطري وخلافه، هو نمو محترم الملاعب للسادات، الامكانيات الماديه العاليه في الخليج في الحقيقه اظهرت بنيه تحتيه جيده لممارسه كره القدم بشكل محترم. حتى مباريات السوبر اللي بتتلعب في الامارات او بتتلعب في السعوديه بيبقى فيها يعني ملاعب جيده واخراج جيد وحاجات كلها كويسه، واحنا سعداء زي ما حضرتك قلت بما يحدث في الخليج. طبعا طبعا. وما يحدث في الخليج من نظام اولا، يعني هم عندهم اكتر من حاجه يعني هم سبقونا فيها في الحقيقه. البنيه التحتيه جيده جدا، النظم والادارات واضحه، يعني هتلاقي بدايه الدوري ونهايه الدوري، هتلاقي لسنه واثنين وثلاثه قدام معروف الناس رايحه فين وجايه منين، وده شيء يحترم ويحتذى به. ولكن ادخال الكره المصريه في جمله مفيده في اي نجاح يعملوه انا بعتبره عدم ثقه في النفس. عايزين ترند، هو احنا هنكبر ازاي الا ذكرنا نفسنا بمصر؟ يعني انا عايز اقول للاخ وليد لا يليق، يعني انت خليك في نجاحك واللي احنا سعداء بيه، وزي ما حضرتك قلت هو نجاح قد يكون مؤقتا، ولكن الدوري المصري والاهلي والزمالك هو شيء مستديم غير مرتبط باسماء اللاعبين سواء من ايام الخطيب او حتى اسامي اللعيبه اللي احنا مش عارفينهم دلوقتي. احيانا ما بنشجع الفرقه احنا مش عارفين اللعيبه اساميهم ايه.
فدخول مصر على الخط او منافسة الديربي او الكلام ده كله انا بعتقد ان هو من قبيل الترند والمقارنة التي تظهر عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة باللي انت بتعمله. انت انبسط يعني عايزك تفرح، اسعد بما يتم انجازه في المملكة العربية السعودية والامكانيات الماديه اللي ربنا حباكوا بيها تستخدموها باستخدام كويس. وانا بعتقد ان الهدف ليس فقط رياضه، الهدف سياحه وده شيء احترم، الهدف ان الناس تيجي، الناس اللي كانت ماشيه ورا اللاعبين الكبار في العالم وبيبصوا عليهم في السعوديه فبينظروا للسعوديه نظره اخرى، هو فكر سواء كانت سياحه دينيه او سياحه يعني سياحه امور حتى سياحيه في مدن اخرى زي الاماكن المصايف عندهم او المدن الجديده، وده شيء جميل جدا واحترم وده استثمار بالمناسبة. يعني الناس اللي فاكرة ان ما يحدث في السعودية ليس استثمار، لا، له عوائد استثمارية جيدة طبعا. والنهاردة الجماهير في السعودية بتحضر هذه المباريات وبتعوض الاندية عما تنفقه يا ستي تيشيرتات وحاجات زي كده، فده استثمار. ولكن انت ما تقارنش مع مصر، ان مصر في يعني انا تانية. اسف يعني في حته تانية خالص بامكانيات اقل بكتير يا ست النايب. احنا من تاريخنا يساوي فلوس بالظبط وحضرنا، عشان بس ما حدش يتكلم على التاريخ بدليل يساوي فلوس ولا يقدر بثمن ولا يقدر بثمن. اكمل بدليل ان الزمالك المصري وبيلاعب الفرقه اللي جاي فيها هذه النجوم لم يستطع الفوز عليها. يعني خلينا نتكلم على ده واقع اهو بقى، مش هنتكلم على تاريخ ولا حاجه، خلينا في الواقع. والهزيمه اللي لقاها الزمالك في المباراه اللي قبلها كانت بـ 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 بهدف مشكوك في توفيقه، مش هنقول في صحته، في توفيق الحكم فيه. فخلاص يعني القضيه وفق من وفق، ما تحطش مصر في جمله مفيده لان الموضوع اصعب. يعني مصر يعني عصيه على ادخالها في هذا المعترك الغير مناسب يا جماعة. ويظل العلاقة قوية ما بين الأندية. عارف يا ست النايب ده بيفكرنا بإيه؟ ويمكن أنت فاكر، يمكن علاقتي بيك ممتدة من زمان، فاكر قعدنا قعدة كنت مدير الكرة في نادي الترسانة فاكر؟ وكنا بنتكلم في حاجة زي كده، واتكلمنا أنا وأنت في المهندسين على الافتكاسات اللي بيعملها الإعلام والوقيعة وعلينا أن نأخذ الحيطة، ماجد عبد الله والخطيب. من زمان قوي برضه نفس القصه فاكر وراح الخطيب عمل حوار مع ماجد عبد الله، كان الناس بتتكلم نجم العرب مين، راح الاعلام وقتها عمل افتكاسه، لا ماجد عبد الله افضل من الخطيب، لا الخطيب افضل من ماجد عبد الله، راحوا الاثنين ظهروا في حوار بقمه الرقي زي فريد شوقي وعبد الحليم حافظ فاكر انت؟ فانا شايف ان ده افتكاسه ليس لها علاقه بالدولتين ولا بعلاقه الناديين. يعني انا الناس بتتابعنا اهو، هو ترند الراجل بقى مشهور. بص حد صديقي اهو، حد صديقي اماراتي قال لي والله يا اخي عبد الناصر اشكرك على هذه المقدمه، نحن هنا في الامارات بعد ما بنتكلم عن دورينا وقبله بنسال بعضينا انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده واقع يا سيدي، يكفي ده. يعني كمان بصوا يا جماعه، النادي الشباب اهو بتاريخ 15/8/2023 اهو، الشيء بالشيء يذكر. بس كان تعرف ان وليد الفراج يتحدث خارج السرب، وعلاقتنا بالانديه والمسؤولين في الكره السعوديه قمه في الاحترام، وعجبني جدا احمد بيه دياب جابوا لمسه اكتاب بصراحه. يعني بص سيبك من السوشيال والعيال العملاء المدفوعين والكتاب الالكترونيه الفاشله، سيبك من الكلام ده، احنا السنه دي منظمين احسن دوري ممتاز، والسنه الجايه هيكون افضل، وعارفين ميعاد دورينا 1/9 ان شاء الله باذن الله القرعه، 31 هينطلق والدنيا زي الفل والامور تمام. بص يا باشا، نادي الشباب اهو سعاده رئيس مجلس اداره نادي الزمالك المصري، ده لسه جاي من وصلني وانا على الهواء. السلام عليكم، يهديكم مجلس اداره نادي الشباب السعودي، اطيب التحيه والتقدير، وسائلين الله لكم التوفيق. حد صديق سعودي بعتهولي وبيشكركم على الكلام اللي انتوا قلتوه، وبيقول لك الجواب ده وصل الزمالك 15/8. من منطلقة العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين الشقيقين، نفيدكم برغبتنا في انتقال اللاعب أحمد مصطفى محمد سيد اللي هو أحمد زيزو، مواليد 10/1/96 إلى نادي الشباب السعودي بنظام الانتقال الدائم، وعليه آملين بالاطلاع وموافقتنا باللي أنتم عايزينه، يعني حال موافقتكم حتى يتسنى لنا إكمال اللازم. نادي الزمالك أعلن أن زيزو رفض وأعلن موجود في الزمالك، وقعد مع مسؤول الزمالك واحمد مرتضى وقال اي عرض لن اتخلى عن الزمالك، رفض العرض السعودي وقبله رفض عرض الدحيل. شايف العلاقه يا جماعه
خلي بالكم ما تخلوش حد فاضي على الإعلام ولا على تويتر يعمل معركة وهمية بعيدة عن، لأن ما فيش وجه مقارنة بين الكلاسيكو المصري والسعودي نهائي عشان نتكلم فيه. هو أهلي وزمالك وما فيش نقاش، هو أهلي وزمالك وما فيش نقاش. لو ليك تعليق. لا طبعا كلامك مظبوط وأنا يعني بأيده جدا. الأهلي والزمالك في المنطقة العربية ليس لهم مثيل، وزي ما قلنا اخونا وليد كان عايز يعمل ترند وشهره، هو اتشهر خلاص، سواء بقى شهره شهره سلبيه او شهره ايجابيه. يعني اللي حب كلامه خد شهره ايجابيه، واللي ما حبش كلامه خد شهره سلبيه. جاب الاذى لنفسه يعني. طيب انا هاخدكم كمان لحاجه تانية خارج موضوعنا. بصوا يا جماعه، بس انا مش هتنازل عن 100,000 جنيه في بيع زيزو لل، انا نادي ديكيرنس مش هتنازل عن 100,000 جنيه للشباب يعني. يعني هو لو لاعب في الكيرنس مش اقل من 100,000 جنيه. عدينا الكلام ده مع سياده النائب. هنروح لحته بس، خلينا محمد مصلحي قال حاجه هنفتح فيها حوار مهم عشان معانا سياده النائب، وانتوا اتنين انديه شعبيه مع فارق الشعبيه والتاريخ، ولكن الانديه الشعبيه برضه محتاجه مننا وقفه، وده اللي انا قلته هنا في البرنامج. قلت يا جماعه عايزين نعمل خناقه كيف ننقذ الانديه الشعبيه ونوفر لها امكانيات، لان مش عارفينها تنقرض ولن نسمح لها ان تعاني. النهارده بروح الترسانه بلاقي مشجعين، بلاقي محبين، بلاقي جماهير ممكن تشتمني لو انا مختلف معاها، وممكن تسقف لي لو انا متفق معاها، بس في النهايه في روح، في حياه، في متعة، في مدرجات عليها ناس مش عليها كراسي فاضية وبتبحث عن من يجلس عليها. برضه احنا محتاجين نبص لنفسنا عشان نستحق مكانة افضل من اللي احنا فيها بكتير. وهنا بحيي الرابطة والمجهود اللي بتبذله في الموضوع ده برئاسة الأستاذ أحمد دياب. عايز اروح بس للزعيم عادل إمام واشارككم في ده لاني لازم اتكلم فيه. تربطني بعائلة الزعيم عادل إمام علاقة قوية. والله يا ست النايب، والله يا خضر بيه، اني انا برفع سماعة التليفون على اخي وصديقي الأستاذ أحمد مقبل زوج سارة هانم عادل إمام. أنا صديق للعيلة يعني، وصديق أزعم أني أنا يعني أنال شرف أن أنا أجالس وأكون صديق للزعيم. إذا جاز لي أن أقول ذلك فهذا شرف كبير لي يعني. فكنت حزين جدا من اللي قالته مدلين طبر، أن الزعيم محجوز من عائلته وتطالب عائلته بالإفراج عنه. هذا كلام فارغ وعاري تماما من الصحة، وأنا هنا مش بتكلم كمحب لعادل إمام ضمن المليارات من المحيط إلى الخليج، مش ملايين، مليارات عشاق هذا الفنان العظيم الذي ندعو الله أن يطيل عمره ويديله الصحة والعافية، زعيم الفن العربي بلا منازع عادل إمام. بكلم صديقي أحمد مقبل وأقول له أنا متوحش الزعيم، الوقت المناسب امتى؟ يقول لي يوم كذا الساعة كذا باخد عربيتي واروح واسهر مع الزعيم والصحبة الاخوة الافاضل، وبيبقى يوم جميل ليا وفرحان جدا وضحك السنين وما بيبطلش افهات حتى عليا وعلى صوتي، وفي كامل يقظته وكامل وعيه وكامل لياقته بسم الله ما شاء الله. ان تحافظ عليك اسرتك، هناك فرق أن يصوره البعض بشكل غير لائق لأنه عنده قصر نظر وقصد أو لا يقصد ما يقول، فهو إنسان به عيب كبير فيما نطق وما قاله. فالفنانة إنجاز لي أن أقول ذلك مدلين طبر خانها التعبير وخانها ذكائها وأساءت لنفسها. فأنا هنا بتكلم بصفتي صديق للعائلة، وبروح وعلى وبنتعشى وبنطلب اللي احنا عايزينه والله يا ست النايب، والدنيا زي الفل وعائله كريمه ومحترمه. والست هاله هانم شلقامي زوجة الزعيم عادل امام كريمه جدا، ولا يعني بص طول ما احنا قاعدين صواني داخله وصواني طالعه. والله العظيم انا يمكن مش عارف لما اقول ده هذا يعني يجوز لي ان اقوله، ولكن انا اتجرحت، فبالكم من الاسره والعائله
الزعيم يا جماعة يعيش حياة هادئة بين أولاده وأحفاده، وبيجي رامي إمام بعض الأوقات ومحمد إمام بعض الأوقات ونلتقي، وكل الفنانين المصريين والعرب عادل إمام قبلتهم ويستقبلهم في قصره ويقضي معهم أوقاتا ممتعة وعايش حياة هادئة وجميلة. ليه تطلعي تصوري شكل معيوب وشكل غير موجود؟ يعني لا أريد أن أزيد عما قاله صديقي أشرف زكي النقيب الممثلين، يعني لما قال دعاني الزعيم عادل إمام للعشاء في منزله، فقلت له بعد مهرجان الدراما وتحدثت معه وكان الحديث طويلا، واتكلم الراجل قال أطمئنكم كل ما قالته مادلين طبر لا أساس له من الصحة. ليه؟ يعني ليه أنا مش عارف ليه يعني، ولن أريد أن أزيد أو أزايد في هذا الملف، ولكن حبيت أطمنكم وأدلي بشهادتي لله في أي وقت بحب أروح بس بستأذن عشان أعرف المواعيد المناسبة، لأن ساعات الزعيم بينزل يقعد في جلسته وديوانه، يعني هو ليه ديوان خاص يستقبل فيه ضيوفه، يعني ديوان زي بالعربية يعني كده، ليه قعدته الخاصة ومكانه الخاص في جنينة القصر، بننزل نقعد معاه عندما يكون الوقت يسمح بذلك. النهاردة الزعيم نازل نروح أنا أو غيري، لا النهاردة عنده ارتباطات عنده مواعيد مشغول كذا، فمجرد أن احنا نستأذن، لكن بنروح في أي وقت وبنسهر زي ما، وساعات في ناس بتمكي 6 الصبح لو هو قاعد، انه ساعات ينام بدري وساعات يطول وساعات، مش عايز اتكلم في 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 اسرار شخصيه وخاصه، ولكن في النهايه ما قالته مادلين طبر لا يمد للحقيقه بصله، واعتقد انكم لازم تقولوا كلمه للزعيم يا خضر بيه. كلنا بنشاهد الزعيم واحنا من واحنا اطفال يعني، وكلنا يعني عشنا على 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 الدراما بتاعته وعلى الكوميديا بتاعته سواء في الافلام او في المسلسلات بتاعته، حتى المسلسلات الوطنيه. زعيم له مكانه عند كل المصريين سواء بكل انتماءاتهم وبكل فئاتهم، سواء كانوا رياضيين او ناس عاديه او صنايعيه او ناس في الشارع في كل حته، والشعبيين بالذات له مكانه خاصه. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعني ينعم عليه بالصحه والعافيه يا رب، وان شاء الله قريب يظهر لنا في اعمال تنفي كل هذه يا فندم. على فكره بيقرا وبيقابل مؤلفين، بس هو يا جماعه طبيعي خلينا نتكلم برضو، ده طبيعي، ده سن لا طبيعي النهارده في مرحله الاستجمام يعني. انا النهارده طب هو يعني ينفع ينفع يا ست النائب انت تروح تزور واحد تطلع تقول لا؟ طبعا لا لا لا، هو الطبيعي طبعا، انا عندي السن ده، احنا عايزين نتقاعد من دلوقتي، ربنا يديه الصحه وطوله العمر. انا بنتكلم يا جماعه على هرم من اهرامات الفن في مصر، صح في كلمتين، مش محتاج تعليق ولا حد ولا راي ولا راي غيره، واخد بالك هيزيد ولا ياثر فيه يعني، صح. هرم فن، هرم فعلا والله، انت يعني اوجزت ولخصت، هرم من اهرامات الفن العربي كله بس. من المحيط الى الخليج، ربنا يدي لك الصحه يا زعيم وحقك علينا. طيب سيادة النائب طارق السعيد نبدأ. طب على الله ما يجيش بس حد بيشتغل في الفن زي اخونا وليد برضو يقارن بينه وبين الزعيم عادل امام. وليد مين؟ بتاع الرياضة. لا خلاص بقى يا خضر بقى تخلص بقى. يعني يظهر نجم فن هناك يقول لك هو ولا الزعيم؟ طب هنرد عليه نقول له ايه؟ معلش، اللي بيحط بينه وبين محدش يحط ما بين الاهرامات والقامات والزعماء في مجالهم مقارنة لا ترد عليه، فاعرف انه مريض نفسي، وانا ما اعرفش مين وليد اصلا، عشان الاحسن ايه يفكر الكلام عليه. لا 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 خلاص يلا. طيب سيادة النائب طارق السعيد ابدا معك، لان عندنا كذا حاجة كده وعايز اخدكم لحاجات النهارده مفاجاه. الكل طبعا منذ ان هليت على الشاشه وشرفتنا بالظهور من خلال برنامجنا، اكيد الكل هيقول اول سؤال، لماذا كان البيان الصادم في الفتره الماضيه الذي صوره البعض بالانسحاب وصوره البعض بالتخلي وصوره البعض بالالتزام ومعرفة ما تنص عليه اللوائح والقوانين وتعاملت معه كرجل دولة؟ حصل خلاف كبير، 3 آراء بقولهم لك. في ناس قالت ده رجل دولة يا جماعة وما ينفعش يعرف ان في لوائح وقوانين بتقول لا ويكمل، في ناس قالت تخلي، في ناس قالت فضل المصلحة الشخصية. لماذا كان البيان
ولماذا كان الانسحاب من المشهد فجأة؟ طيب نحكي بقى الحدوتة من الأول. اتفضل يا فندم. ماشي. أول يعني بادئ زي بد، الناس كلها بتتهمنا إن إحنا في الأول وافقنا على الدوري المحترفين وده ما حصلش، ولا حد مضى ولا بتاع ولا كلام من، حتى اخويا خضر كان في الموضوع وبرضه مقدم اعتراضات وبتاع وكلام من. طب انتوا لعبتوا ليه يا جماعه؟ في فرق بين احنا ناس بنفهم في القوانين وفي الاصول وان احنا نبقى ناس عشوائيه. ما ينفعش قرار دوله، واخد بالك، وفي النهايه انا امتناعك عن اللعب ده قصه، ده جريمه، ده جريمه. تتقدر السلم اللي عامل ازاي؟ موضوع كبير قوي في البلد في الظروف اللي احنا فيها، كلام ما يحصلش. لكن العب، وبعدين في اوقات واخد بالك نتناقش فيها، هو مش قران ده على بدايه الموسم طبعا. ده بعد كده لما حصل الموضوع دوت، وانا رحت لجمال بيه علام، انا كان اعتراضي كله على القصه دي كلها، قلت له اولا انا معترض على فكره المجموعات ما فيهاش تساوي. مجموعه القاهره الناس كلها عامله كده، مجموعه قويه جدا باعتراف الناس كلها، في على الاقل بتاع 12 فريق كانوا في الممتاز 12 بالظبط. صعب، ودي جزئيه كبيره. قلت له لا، لازم الناس دي تتوزع على المجموعات الثانيه عشان يبقى فيه منافسه، وحتى لو انت عايز تعمل دوري محترفين زي ما بتقول يبقى فيه فرق طالعه قويه. يعني مع احترام الناس دي كلها، معلش يعني في فرق برضه انا اشوفها في المحترفين، يعني الترسانه مابقاش موجود ولا السكه ولا الانتاج الحربي ودخل الناس، معلش مع احترام انديه الصعيد، لا المجموعه كانت ضعيفه ضعيفه. الكل دلوقتي لما احنا بنتكلم في الصعيد يقول لك انت في مجموعه ضعيفه. الله، طب اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ الله، دلوقتي بقت ضعيفه؟ ما انا بقول لك، بص انا بتكلم بصراحه ما بلفش ودور، واخد بال حضرتك؟ كان اعتراضي على كده، قلت له لازم الفرق دي تتوزع على المجموعات الثانيه، كان اعتراضي عليه. وقلت له على الاقل لو مش هتوزع عشان المسافات، المجموعه بتاعتنا هو موجود واساله، قلت له على الاقل يطلع من عندنا 9 و4 و4 8 17 من المجموعات الثانيه عشان قوه المجموعه الموجوده فيها. حرام نظلم. قلت له اصل انا هوديهم فين؟ ما اعرفش اجيب الصعيد اجيبه عندك. طب احنا هل معنى كده ان احنا فرق قويه في حته واحده نطحن في بعض ومجموعاته الثانيه تبقى اقل قوه ويطلع منها ناس تبقى اقل قوه من الناس الثانيه؟ ده مش عدل، ده كان اعتراضي عليه. لما خلصنا الموضوع وجينا بعد كده لظروف معينه، وكلنا كنا شايفين التحكيم كان عامل ازاي السنه دي، تحكيم كارثي، وانا بالذات ظلمت ظلم بين غير طبيعي، ماتشات معينه اثرت معايا غير طبيعيه. جينا في الاخر اعترضت، لا الكلام ده انا معترض على الكلام ده كله، واحنا مش هينفع دوري المحترفين. المهم جمعنا نفسينا، قلت له يا جماعه انتوا سوقتوا الكلام ده كله، فخلوش سوقوا لسه. طب انت هتعمل دوري محترفين من غير تسويق ازاي؟ هل ده منطق؟ قال احنا قلنا لك من الاول. طب انت ما قلت لي من الاول، ما سوقتش من الاول لسه ما انت بتقول؟ ده كان اعتراضي عليه. قلت لهم يا جماعه لا مش ينفع الكلام ده كله، واجلوا الكلام ده سنتين على الاقل، نقدر الناس تاخد نفسها ونقدر ان احنا نعدلها اعداد كويس وتعمل الرابطه. تمام. المهم جمعنا نفسينا حوالي 50 نادي وقلنا لا الكلام ده مش ينفع يا جماعه، ولازم يبقى فينا ايه وقفه في القصه دي. وعملنا مؤتمراتنا والقصص دي كلها، وقدمنا في الاتحاد الخمسين نادي. بس للاسف جينا بقى في النهايه، طب احنا عايزين اجراءات الجمعيه. جم قالوا لنا الجمعيه، هو وعدنا ان هو كان يوم 6/7 أيوة. المهم دخل فيها برضو توقيتات مش بتاعتنا، دخل فيها اعياد، وقالوا فيها ما مش هتقدر تعمل مراسلات فيها عشان طبعا البوسطه قافله في الاعياد ديت قبل الاعياد، فقال لك لا ناجلها. فالقانون بالنسبه لنا ان انت لو ما رضيتش عليا في خلال 15 يوم بعديها، من حقنا كجمعيه عموميه اعمل الجمعيه بتاعتي طالما انت كاتحاد مش هتعملها او انت مش عايز تعملها. المهم اتفقنا وعملنا اجتماع ان احنا نعمل الجمعيه بتاعتنا 1/8. طيب الجمعيه لو عشان تتعمل دي مش ليها اركان اساسيه؟ صح. ولا كده نروح مع نفسنا نعمل في الشارع اي 50 يجتمعوا مع بعض هيعملوا جمعيه؟ ده في اركان. حلو. الاركان بتاعتنا ايه؟ حضرتك لازم الورق بتاع الانتخابات اللي هنتخب بيها ديت، الاستماره بتاعت الانتخاب لان هدلي بصوتي بيها دي، مش لازم تبقى مختومه من حته. القانون فيها بيقول لك فين؟ تروح اللجنه الاولمبيه يختمها لك. ودي جزئيه، والجزئيه الثانيه لازم يقول لك التصنيف بقى مين هم اللي ليهم حق الجمعيه العموميه. طب كل سنه ليها تصنيف. انا اسف على المقاطعه، اللي قدامنا ده اللي هو الاعلان اللي انت اعلنته. تمام. في الاهرام. تمام. هل حضرتك ما خدتش بالك من ده قبل الاعلان ولا كنت عارفه ولا عرفته بعد لا الاعلان؟ لا لا، بس انا الامانه بقول لك اهو يا جماعه التصنيف ده هنجيبه منين؟ هو استاذ احمد الاحمر قال لا احنا استاذ هشام بيه حطب راجل حبيبنا هو عنده التصنيف. طب يا جماعه خلاص اللجنه الاولمبيه. فبناء على كده انت دعيت عادل. دعيت. هنروح بقى، رحنا باللجنه الاولمبيه قابلت هشام بيه حطب، واخد بالك، قلت له عايز اعمل دلوقتي تختم لي الاستمارات ديت وتقول لي التصنيف ايه. وانا دعيت. قال لي كلام سليم وكلام محترم ومفوض يعني. بس انت عندك مشكله. قلت له ايه؟ قال لي التصنيف بتاعك بتاع السنه دي ما جاش.
التروسانيزي ازاي؟ انا مقدم 21/6 ل 50 طلب. قال لي ماشي، هو انت اصلا قدامك قد ايه يرد عليك؟ قلت له 15 يوم. قال يعني وصلنا لكام؟ انا كاتحاد بقى وصلنا اليوم كام؟ 5/7. يبقى انت دخلت في التصنيف الجديد بتاع السنه الجديده. حصل. والتصنيف الجديد دوت لازم من الاتحاد عنده لحد شهر 12 يقول لك عليه. انا بس عايز اوضح عشان مش فاهم القصه دي. انا عايز اوضح للساده المشاهدين ماذا يعني كلمه تصنيف. يعني الجمعيه، لا حق الجمعيه العموميه، لا الجمعيه العموميه لا تتغير كل سنه. 134 بقى في تاريخ معين بعد شهر يوليو وحتى 12 انديه بتتشال، هبطت راحت جات وقعت منها نقاط اصبحت لا تستوفي الشروط، فبتقع ما بتبقاش عضو جمعيه عموميه وليس لها حق التصويت، وانديه بتخش وانديه بتطلع. ومن المفترض طبقا للائحه اللي عاملينها الاعضاء الجمعيه العموميه ان الاعداد بتتقلص، فاصبح النهارده الميعاد اللي راح قابل فيه هشام بيه هضب، لان انا برضه دارس الموضوع واذا كنت غلطان في حاجه صحح لي يا ست النايب. قال له التصنيف ما جاليش عشان اعرف الخمسين دول يدوك الحق القانوني ولا فيهم ناس مش اعضاء ما يدوكش الحق القانوني. تمام كلام صح كده؟ كلام زي الفل. تمام. اللي حصل في سنه هشام بيه هضب موجود، نقدر نساله. تمام. وكان معايا على فكره استاذ احمد الاحمر. تمام. واخد بالك؟ اه. قلت له يعني معنى كده حضرتك طب اعملها تصنيف القديم. قال لي ما ينفعش، لان انت جمعيتها بتاعتك 1/8. طب يعني انت هتقول لي تصنيف جديد تصنيف قديم، طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي انت ما ينفعش تعمل جمعيه عموميه. قلت له ما ينفعش يا استاذ احمد، سامع الكلام؟ قال ما ينفعش من جمعيه عموميه. قلت له طب الحل ايه؟ قال لي الحل اللي قدامك دلوقتي قانونا انت تعمل قضيه في مكتب التسويه عندنا، مركز تسويه عندي في اللجنه الاولمبيه، وده في خلال 20 يوم 25 يوم ممكن تاخد حكم وتوقف اي قرارات تصدر من خلال ده كله. فاحنا خرجنا من المكان دوت انا استاذ احمد الاحمر من اللجنه الاولمبيه، من اللجنه الاولمبيه، على اساس ان قانونا ما ينفعش تعمل جمعيه عموميه. يعني دلوقتي هعمل جمعيه عموميه، اروح يا جماعه يعني اعمل زي سعيد صالح الصبحيه اعمل جرس لنفسي واروح في طابور وادرس لنفسي؟ ازاي الكلام ده يا جماعه؟ ازاي؟ ما ينفعش. انا راجل دوله وراجل بفهم. عرضت الكلام ده على الجمعيه، قلت لهم يا جماعه حصل 1 2 3 4، واستاذ احمد الاحمر يقول لكم اللي حصل بالظبط عشان شهادتي مجروحه بتقول ان انا مع الاتحاد. اه انت ده عملته ببيان رسمي. ببيان رسمي. وديته لهم. المهم هم طبعا مش مقتنعين بالكلام ده كله للاسف. برضو انا بقول لك على الهواء اهو، استاذ احمد الاحمر هو للاسف ما قالش الكلام ده. قال لي يا جماعه هو اختلاف وجهات النظر بيننا وبين اللجنه الاولمبيه. لا مش اختلاف وجهه نظر، وانا واجهته بيه الكلام ده استاذ احمد جمال علام لما استدعانا يوم الاثنين ده، قلت له قدامه قلت له لا انت ما قلتش حقيقه، انت ما قلتش حقيقه، احنا طالعين استاذ هنعمل قضيه، وقلت لك يا جماعه اعملوا قضيه واخد بالك، وانا متداخل معاكم، انا رجل دوله ما ينفعش قضية دوله. الانديه موجوده ومحتوى واحد. قال طب قلت له كل انديه تعمل القضيه استاذ هشام حطب؟ قال لي لا، واحد بس بقى يخش متداخل وماشيين على كده. ما قالش الكلام ده كله. انا اكمل مع الناس ولا اديهم وجهه النظر يا جماعه؟ ده اتكلم قانونا كده 1 2 3، ما ينفعش احنا جمعيه عموميه يبقى منظرنا كده. طب حضرتك رحت عملت جمعيه عموميه خلاص وقلت حضر وحضر فلان وتركان و والقصص دي كلها، في النهايه الورق اللي انت خدته بتاع الجمعيه العموميه ده هتروح بيه فين؟ اللجنه الاولمبيه. انا مش هتقابلك اصلا. ما ده اللي حصل. ما يا جماعه ده الناس مش فاهمه كده. ما هو الورق ده مين هيرغم الاتحاد بالجمعيه العموميه؟ اللائحه واللجنه الاولمبيه. طب اللجنه الاولمبيه تقول لك وانا قلت لك اعمل جمعيه؟ اه لان مش بتقول لك مش عافيه اللائحه، لا تسمع مش عافيه. طيب يبقى كده يعني كلام بكامله خلاص. يبقى احنا مثلا انت بتقول 123 اللي حضر 134 134 اللي حضر كام؟ 33 37 37 خلاص. يبقى في 2 37 تاني. لا يا فندم لا ثواني بس لا ما انا معايا الشؤون القانونيه. لا ثواني بس اسمعني. اتفضل. يعني معنى كده يعني في دلوقتي تاني يجي 90 منادي تاني. لا صح خلاص نكون تاني 35 ونروح نعمل زيكم بالظبط. صح صح. ودنا تانيين يعملوا 35 تاني زي بالظبط. يبقى احنا عملنا ايه؟ هل ده يبقى ايه؟ انا بقول قولوا لنا ده يبقى ايه؟ يا جماعه احنا بلد قوانين طيب. صح ومؤسسات ولا الدنيا ماشيه كده؟ في النهايه هل انا كنائب اخش في معترك زي ده كده؟ في النهايه شكلنا بقى ايه؟ خدت معاك الورق اهو عملت جمعيه عموميه، رحت بيه فين؟ لجنة أولمبية. مش هتقابلك اصلا. لو انت هتبعته خالص مش هيرد عليك. وانا قلت لك اعمل، ما هو قال لك ما عمل، ما انا مستغرب جاب جواب رسمي. اجي انا بقى ولا لسه شوية؟ لا لسه يا فندم نكمل الروايه للاخر عشان ما اقاطعوش انه ده كلام مهم الاول. ايوه ده اللي حصل بالورق. وانا في نفس الوقت قلت اعلنت في الجورنال بعت ال 134 نادي بعت معايا الوصول ومعايا الوزر بتاعتها، قابلت كل الحاجات المفروض تحت الجمعيه.
لكن في الاخر لقيت في حاجات قانونيه مانع قانونيه واقفه قصادي. ما ينفعش اكمل بقى وابقى ماشي في الهوا. لا وصرحت الكلام ده يقول يا جماعه ما ينفعش، احنا قدامنا نعمل جمعيه بس. طب لماذا كان الرد عنيف ولا يليق رغم انك انت بتتكلم بالقانون واللوائح؟ على ايه؟ على كلامك على البيان، لماذا كان الرد لا يليق وكان عنيفا؟ انت بتتكلم بلوائح مش امور شخصيه. تمام. لا بص، هي القصه كلها اتخذت بعض الرؤساء مع الانديه يعني او كده على صدرهم اول موضوع، احنا عايزين نلغي دوري المحترفين. طب وبعدين؟ خلاص هنلغي دوري المحترفين هتعمل ايه؟ سمعنا 500 راي، 500 راي يعني عمل يا جماعه بالظبط. يعني قلت لهم الكلام ده ما كنا في الاولمبي، قلت لهم انت عملته بالظبط زي واحد عايز يطلع القمر. طب كمان طلعت القمر، طب انت عايز ايه؟ قال لهم عايز اكل كنتاكي. احنا عملنا كده، انت بتخلي القصه عامله ازاي؟ هل دوري محترفين؟ طب وبعدين تعمل ايه؟ ما رسيناش على رأي. طب هو ده منطق؟ ما نقعد ونحل يا جماعه، نقعد ونحل موضوع كلنا غلطانين فيه، يبقى في الاخر نحل بقى بحاجه ترضي جميع الاطراف كلها مع بعضها، ولا نبدا نتخانق ونتصارع وخلاص؟ انا عايز افهم ده اللي احنا وصلنا له في النهايه. الاتحاد عمل مشكورا، انا بشكر الاتحاد طبعا، بشكر عبد الحسين طبعا راجل مشكورا. لا انا كل الناس بتهاجمه، لا انا معاه، الراجل عمل حل وسط للموضوع كله. عامر حسين ادار الموضوع بما يرضي الله. انا بقول لك بحكمه. حتى قلنا حتى ثلاث مجموعات قلنا له مسافه بعيده وبتاع، راح قسمهم بتاعت الصعيد دي، راح قسمها كل تسعه فوق وتسعه تحت، لان هو عشان فاهم تعامل مع استثنائيه الموقف لائحيا عشان نعدي من الازمه. يعني مثلا في القصه بتاعت ان انت ازاي تلعب على التالت، ده لازم ده اساس الموضوع يلعب مع التالت عشان المسابقه ما تتدمرش. لكن انت مخالف اللوائح كده بقى، هم بالظبط اربع مستويات حتى لا تستحدث درجه. الله ينور. ده شغل جمعيه عموميه، فجاء ادالك النص مقعد من فوق مع النص مقعد من تحت، يعملوا مقعد للممتاز عشان يدي سك الامان اللائحي. بس كده انا خلص كلامي. وبعدين عشان نوصل في النهايه انا بقول لهم الجمعيه، انا زعلان من الجمعيه اللي عندنا يا جماعه، اللي بتفاوض ما بياخدش 100%، صح؟ مستحيل مستحيل. طيب لما دلوقتي احنا ربنا يكرمنا كان الاول هيصعد ثلاثه وينزل ثلاثه، لا دلوقتي بقوا سته يا جماعه، يبقى في السنه الاستثنائيه دي، السنه الاستثنائيه دي يبقى ده مكسب ولا مش مكسب؟ مكسب. حلو. طيب لما انا اعمل لك، ولولا انه مكسب ما تظلمت كرنس منه في لجنه التظلمات. طبعا يعني انت حققت مكسب. أيوة. تستحق ولا تستحق؟ حققت مكسب. تمام. لان تستحق او لا تستحق ده شغل بتوع المحترفين. أيوة. هم حرين. أيوة. لكن انت على طرابيزه المفاوضات حققت ما لم تكن ان تستطيع ان تحققه في اللي انت كنت هتعمله. لا ده الثانيه بقى الاهم بالموضوع. يعني انت لما قلت الغي الدوري المحترفين عافيه، هل حطيت بدائل زي كده؟ لا حطيتش حاجه. ما انا جبت لك بدائل اهو. طيب الحاجة التانية المهمة بقى ان انا فصلت لك الشركات عن الجماهيرية، او حتى على الاقل بقت مجموعة فيها معظمها جماهيرية ومعظمها شركات، عشان برضو ايه مبدأ الايه؟ وحققت شيء تاريخي. شيء تاريخي. الزمت الاتحاد الكورة يطلع قرار، وكلمة الزمت يعني تعاون بين اتحاد الكورة، انه اي شركة جديدة تعمل. أيوة. نادي تاخد نادي ترعاه لمدة 3 سنين. هل ده مكسب ولا مش مكسب؟ ده مكسب. بنحلم بيه 30 سنة. وشرطت عليه رغم ان انا مش في المحترفين. قلت له لا، المحترفين دول هيزلوا في القصة دي في المسافات وفي الانتقالات. لو هتسوق بجنيه 3/4 من الانديه الشعبيه، والباقي الانديه الشركات مش محتاجه فلوس. وخلي بالك هل ده مكسب ولا مش مكسب؟ لو حققت مكسب اخير، خدت 50% من منتج مش بتاعك. مش بتاعي. ايوه. هل ده انا كل واحد بيتكلم على الجمعيه بتاعته، الجمعيه بتاعته. خلي بالك، بص انا دلوقتي معاك، بعد شويه ممكن اتكلم. أيوة. مع كل مع واحد. معلش لان انا هنا ماليش دعوه بحد. طيب. بس انا هنا مع ال 56. لا انا بس يعني لسه ما رحناش لل 20. اكمل بس. هل في القصه دي طارق سعيد رئيس نادي الترسانه اشتغل الكلام ده للترسانه ولا للجمعيه العموميه لل 56؟ قيل انك انت اشتغلته عشان تروح مجموعه الصعيد. انا اسف. حل. معلش سامحني. ايوه. انك انت عشان تروح الصعيد مجموعه ضعيفه وتضمن صعودك بسهوله. ايوه. وانك انت واحمد جوهر المريخ بعتوا المجموعه كلها علشان حققتوا مكاسبكم الشخصيه. ارد بقى. انا كاتب جواب رسمي موجود عند جمال بيه علام. قلت له اي واحد في المجموعات الثانيه عايز يجي مجموعتي يجي وانا اجي مكانه، ادي واحده. الثانيه، اي واحد في المحترفين بيقول لك طريقهم سهل للي يلعب في الثالث الممتاز يجي مكاني واجي مكانه. طب اعمل ايه ثاني؟ اروح العب فين بقى؟ العب مع السعوديه؟ انا مش عارف، قول لنا العب معاهم. جواب رسمي كده. انت بعت جواب ده؟ كده.
جمال اعلامها موجود اسالوا. اعمل ايه تاني؟ انت بتقول مجموعة ضعيفه، لا تعالى عندي وانا اروح مكانك. اي واحد بيتكلم في المجموعات بتاع المحترفين يا خضر تنزل مكان واطلع مكان، انا بقول لك اهو انا مستعد، بس ده لائحيا ينفع؟ لا بقول لك اهو. طب اعمل ايه؟ طيب انا بس بقى بتكلم، انا اسف في اللفظ. لانك تنتقل من مجموعه لمجموعه يمشي الحال. انا بتكلم برد على ايه؟ ماشي. ان انت بتقول انا اخترت لنفسي، ما انا بقول لك يا جماعه ودوني في اي حته. طب اعمل ايه تاني؟ ما الجواب ده اول مره انت تقول الكلام ده. ما اقول الحاجات كلها اول مره تظهر في الاعلام، ولكن معذره واسف في اللفظ يعني ولا يليق ان انا اساله لك، ولكن مضطر عشان ما حدش برضه يقول لي انت متفق في الاسئله. هذا الكلام اللي انت بتقوله بيبرئك من اتهاماتك حتى بالخيانه، انا اسف من الكلمه، بالخيانه للمجموعه، لانك انت بتقول انا باعت جواب ودوني اي مكان لو عايزين. جمال بقى علام يكذبني يقول لك قلت له الكلام ده ولا لا؟ واحمد رحمه كان موجود، كان موجود، واحمد جول كان موجود، ورئيس نادي كفر الشيخ عبد الحميد بن مصطفى كان موجود. سألوا قلت لهم كده يا جماعه بتقولوا عليا مجموعه اخترت سهله، وديني مجموعتك يا عبد الحميد بيه وتعالى مكان صعبه. لا طب اعمل ايه تاني؟ اروح العب مين فين بقى؟ اختار لي حته العب فيها. لا 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 الجواب ده، الجواب ده اللي انت بتتكلم عنه اعتقد ان ما ينفعش كلام بعديه. طبعا انا خلصت كلامي. طب برضه لا، ما هو لسه في سؤال تاني. قيل انك انت اشتراك انك انت تروح الصعيدة ديك، رديت عليه بالجواب واشترطت انك تمشي الشركات من المجموعة اللي انت فيها عشان يفضلك الطريق اكتر للصعود بسهولة. هو المجموعة التانية فيها شركات؟ فيها. مين؟ المجموعة التانية ما فيهاش. طيب ما كلهم راحوا. طب ايه المشكلة؟ ما هو كان الاقتراح ده عشان يفضلك انت الطريق. وفضل انا المجموعة التانية تلات مجموعات ما فضلتهاش؟ فضيت. طيب مش في أربعة جماعة جماهيرية؟ انتوا باصين لينا بس، مجموعتنا ليه بس؟ يا فندم ما هم انا بقول لك الأسئلة اللي الناس انا برد عليك اهو. ما انا برد عليك اهو. يعني انا ما بتهمش حضرتك، انا بقول لك اللي بيتقال. معلش والله ما ده حضرتك من حقك تقول اللي انت عايزه. لا 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 من راي الجماهير بتقول. مش ده اراء ناس. ولا ورؤساء. وانا برد عليها. ورؤساء انديه. ورؤساء انديه. انا برد عليهم على الملا اهو. وعلى الهوا اهو. والمجموعات الثانيه ما فيهاش شركات. ولا فيها شركات. يعني مجموعتك انت النصر والشمس والمستقبل سبورت والعبور والفيوم والواسطه ونجوم مصر ومركز شباب طمية. انت على فكره شمال الصعيد بس، انت مش رايح الصعيد كله. هاي. يعني القاهره وشمال الصعيد او الجيزه. ما معاهم خمسه من مجموعه الاولانيه. ايوه ما انا عارف. ما انا بس بوضح للناس. لا المجموعات الثانيه بقى شوفوا كده فيهم شركات ولا لا. عندنا المجموعات لا ما فيهاش شركات. طيب مجموعه الشركات واحده. اشمعنى بصيت لي انا بس؟ يا جماعه لو عملت حاجه لوحدي الكلام ده لو انا في مجموعه ما فيهاش شركات والباقي بقى فيه. صح؟ صح. لكن كله ما فيهوش. طيب خليني اقول برضي البيان اللي ارسله طارق بيه السعيد لمجموعه الجمعيه العموميه على الجروب الخاص بهم، الساده الزملاء الافاضل رؤساء الانديه اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم، اود الاشاره الى اننا تحركنا كفريق واحد وحده واحده منذ 7/6/23 تاريخ اول لقاء جمعنا جميعا، لم يقصر او يبخل احد، بذلنا كل الجهد في سبيل اعلاء كلمه الجمعيه العموميه وعوده الرشاد لقرارات الاتحاد المصري لكره القدم وفقا لصريح مواد القانون واللوائح المنظمة، بذلنا كل الجهد المكثف من خلال علاقة البعض بالجهات المشاركة ومعرفة الآخرين إلمامهم باللوائح والقوانين، وبناء على التفويض الصادر لي شرف قد نلته من حضراتكم وثقة أعتز بها، قمت بالتحرك بإخلاص وجد. يعلم الله مداه، إلا أنني فوجئت عند لقاء السيد الفاضل رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في حضور المحترم الأستاذ أحمد الأحمر برفض سيادته ختم أو قبول أو اعتماد الأوراق والإجراءات، وأصر على ذلك ولم نستطع إقناعه وعليه باللجوء للقضاء المصري. وهنا أود الإحاطة بأنني وباعتباري رجل دولة وعضو مجلس نواب حالي ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، فإنني لا أستطيع البدء في أي إجراءات تقاضي ضد أجهزة الدولة وخلق خصومة قد يشار إليها بالخصوصية لشخصي، فإنني أبلغكم جميعا بأنني مع الجماعة في أي إجراءات توافق الأغلبية عليها، وبالتوازي ألتمس من حضراتكم تكليف أحد السادة الزملاء باستكمال
إكمال الأعمال والبدء في إجراءات التقاضي. كما يمكن الإشارة أننا لا نستطيع في الوقت الحالي وطبقا لمعطيات الأمور أن نعقد الجمعية العمومية الغير عادية دون موافقة الجهة الإدارية المنوط لها الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية واعتماد نتيجتها وتنفيذها، وإلا فلماذا ننتظر موافقتكم؟ ولماذا قمنا واتبعنا الإجراءات طالما كنا نمتلك عقد الجمعية العمومية بأنفسنا دون موافقة واعتماد الجهات المختصة أو الجهة الإدارية؟ آسف للإطالة، النائب طارق سعيد. هنا وكلام أخير، حد تجاوز فأنت تجاوزت وانسحبت من الجروب. تمام، قبل كلمة قولا واحدا خضر بيه اتفضل. على فكرة يا جماعة عندي بعد الخضر بإبراهيم، أنا عارف الناس منتظرة حاجة مهمة جدا، أنا كنت في مركز زوام للعلاج الطبيعي ومفاجأة تنتظركم مع مؤمن زكريا هناك. تفضل يا خضر بيه. ربنا يخليك كابتن عبد الناصر. طبعا بشكر أخويا نائب طارق سعيد على الإسهاب والشرح، ولكن في الحقيقة برضو أنا عايز أخد وقت كافي كده لشرح وجهة نظر شكلها مختلف. أولا، من أفشل الجمعية العمومية هو اتحاد الكرة بشكل رئيسي، وأستطيع اتهامه بشكل رئيسي جدا. اتحاد الكرة لما يبقى معادنا 6/7، بغض النظر هتبقى جمعية عمومية قديمة ولا جديدة، 6/7/1/8 انتهت المسابقات على الأقل في الدرجات الأدنى، يعني معروف مين هي الجمعية العمومية. والطبيعي لو اتحاد الكرة بيشتغل بشفافية وبوضوح تعلن على صفحته فور انتهائها، انتهت هذه المسابقة وتم تحديد الجمعية العمومية، لان اللي موجودين في الممتاز موجودين، واللي هيبطوا منها برضو موجودين في الجمعية في الدرجة الادنى. تمام. فمش مستني انتهاء الدوري الممتاز على الاطلاق. معنى ان يجيلك 50 طلب من السادة الموقعين، واللي كان اخويا طارق السعيد اتقدم بيهم عن طريق المستشار القانوني، وبعدين يقعد يلود الناس ويعمل مؤامات ويعمل يعني حاضر هنيجي 6/7، اصل كان في اجازات، الكلام ده اتقلنا عن لسانهم لفظا. تمام. ودخلت في مداخلات وقالوا، وفي برامج تلفزيونيه وقالوا 6/7 سوف ندعو للجمعيه العموميه. انت عايز تدعو الجمعيه العموميه، بتخبي عليا اعضاء الجمعيه العموميه ليه؟ بتخفيهم ليه؟ وانا اقدر الوم على مجموعه الخمسين بشكل واضح، ان تقدم مستشار قانوني مجدي المتناوي بالطلبات، صح يا فندم، ولم يكمل بقيه الاجراءات. كان يجب ان الذي يكمل بقيه الاجراءات برضو المستشار القانوني. ليه؟ لانه هيعرف يتعامل في الملف بعيد عننا. لو اتحاد الكره رفض يديله قائمه ال 134 نادي، هيروح اسم الشرطه يعمل محضر ويجيبهم في نفس اليوم. اجراءاته اسمح لي انا عايز اتكلم. صعب قوي الكلام ده. مفيش صعب افهمني بس يا فندم، انا عايز اخد وقتي. طيب مفيش صعب. اكتب عندك ورد بعد ما يخلص. اكتب اتفضل. مفيش صعب. هو خفاهم ليه؟ عشان يبوظ لك الجمعيه العموميه. تمام. ما عندوش حاجه تانيه. كان اقدر الاقدر لاتحاد الكره. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا بدون معاك. هو خفاهم ليه؟ مش عشان يبوظ، خفاهم علشان يشوف مدى القانونيه. قانونيه ايه بيه؟ ما هو ده يا باشا، قبل عنده قايمه. وتاني يوم عنده قايمه تانيه معاه. ما هو الناس اللي بعتت معاك انسحب منها ناس. يا عم سيبك من الكلام ده يا عم، الله يبقى. ما هو البيان يا عم انسحب، هو اللي خلاهم يبقى لك ايه يا عبد الناصر؟ يا فندم هتسيبنا اتكلم؟ لا انا هسيبك تتكلم. تاني هقول نقطه. ما تقولش. لا انت مهم جدا كلامك. انا بطلب شهادة المستشار القانوني محمد البشطة. يا باشا لو سمحت. لانه بيقول كلام مغير للخضر بيه. يا باشا لو سمحت. طيب كمل بس. انا هجيب شهادة على فضل. بعد ما انا اخلص. اتفضل. دخل الشهادات. انا اسف يا فندم. انا اسف. بص يا فندم. مش بيقول لك وشهادة شهود من اهلها. الله يسهل لهم. ماشي. بص يا فندم. اخفاء اولا يعني لا يليق بالكرة المصرية بشكل واضح. هو بقى لا يليق بالكرة المصرية ولا سمعت الإدارة الكروية المصرية أن تدار بهذا الشكل. ليه أخفيت الأولانيين وليه أخفيت التانيين حتى الآن؟ لماذا لم تظهر؟ لماذا عندما طلبت لم تؤدى يؤدى الطلب؟ كان لازم تيجي عن طريق اللجنة الأولمبية، كان لازم تيجي عن طريق الالتفاف. أنت عارف عامل زي إيه يا طارق بيه؟ زي الجمعيات العمومية في الأندية الصغيرة ومراكز الشباب. الأندية تيجي واحد يترشح، اللي عارف الجمعية العمومية المجلس القديم، عارف هيجيبهم منين ومش سايب لهم عناوين
ومفيش تليفونات. لا بس احنا بنعلن والله. لا انت كويس. تمام. الانديه الصغيره دي في مجالس الاداره ايام الانتخابات هو اللي عارف ال 500 عضو مين والباقي ما يعرفش، فيجيبوهم يعني ينتخبوهم. كان ده يعني لا يليق في اداره الكره المصريه. فاخفاء الجمعيه العموميه حتى الان امر غير مناسب بالمره. طيب، وعدم وجوده في اللجنه الاولمبيه امر اصلا غير مناسب. تمام. نيجي على الجزء الثاني بقى. فاتحاد الكره هو اللي افشل الاجراءات مش حد تاني، وكان جديرا به ان يعقد الجمعيه العموميه ثم يعرض طرحه واقناعه واسبابه ومبرراته لتنفيذ دوري المحترفين. والكلام ده احنا قلناه في 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 حلقتك قبل كده، قلنا ان هو يجي يقول ادا عرضي وده تسويقي وده بياناتي. قلت له كل الناس هتيجي تقول لك امين لو 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 قلت انا سوقت بكذا وفوائد دوري المحترفين 1 2 3 4، كلنا كل اللي معترض عليك سوف ياتي معك ويدي لك صوته ويبقى الموضوع انتهى، لان الاعتراض الرئيسي كان تسويق مش حاجه تانية. فخوف اتحاد الكره من عقد الجمعيه العموميه هو اللي خلاه يفشل الاجراءات. وانا قلت لك قبل كده في حلقه سابقه الجمعيه العموميه سليمه يستطيع افشالها اتحاد الكره، او فاشله او لا او لا غير قانونيه يستطيع تمريرها، لان هو اللي عنده القماشه وهيفصلها في يمين او يفصلها شمال. ده جزء. الجزء الثاني الدوله، فكره الدوله او الحكومه وتدخلها في الهيئات الرياضيه والزج بيها، برضه هقول تاني امر لا يليق بالرياضه المصريه. تمام. لا يليق ان انت تخوفني كل شويه تقول لي ده اتجاه دوله، اصل الدوله عايزه كده، اصل في جهه الدوله ما لهاش دعوه. انا ما انا سيبنا اتكلم، انا هقول لعنك ماشي. الدوله ليس لها اي علاقه، لان مصر دوله مؤسسات وتحترم القانون الدولي وتحترم قوانين الرياضه الدوليه سواء اتحادات سله طايره قدم كل الاتحادات. والدوله المصريه لانها دوله مؤسسات تعرف ما لها وما عليها قولا واحدا. ففكره ان انت كل شويه ما انتش عارف تقنعني، ما انتش عارف تسوق، ما انتش عارف تنظم، تجيب لي الموضوع على الدوله، انا بقول اتمنى الدوله تحاسبك على اللي انت بتعمله. اتمنى الدوله تتدخل وتحاسبك على اللي انت بتعمله. انت مش قادر تسوق وبتجيبها في الدوله، مش عارف تدير المسابقه وبتجيبها في في في, في اجهزه لا يليق. فالاتحادات الرياضيه ليس لها اي علاقه بتدخلات الدوله على الاطلاق، لان مصر بتحترم القوانين. عدم الشفافيه اللي بيستخدمها اتحاد الكوره بشكل واضح خلال الفتره اللي فاتت وحتى اللحظه، يعني اعلن المسابقه زي ما انتم شايفين وبعت لنا تصور المجموعات وصعود ومين وهبوط مين، وحتى الان ما قالش انا سوقت ولا ما سوقتش. احنا من شهر 10 اللي فات، شهر 9 من سنه بنتكلم على التسويق يا طارق بيه، وحتى الان ما سوقش. طب المسابقه داخله بعد شهر خلاص اهو، فين التسويق؟ طب هنجيب الفرقه بكام؟ طب هعمل انتقالاتي طيران ولا مشي ولا هناخدها على الجمال؟ كل ده احنا مش عارفين نشتغل عليه. طيب ده بخصوص الجمعيه العموميه بشكل واضح. فالجمعيه العموميه من افشلها بشكل واضح هو اتحاد الكره وليس اللجنه الاولمبيه، وليس تقصير من لجنه الخمسين او من النائب طارق او وتفر. الجزء الثاني هو الراجل عايز يشيل من عنه الوجع القلب بقى، انتوا جماعه عموميه وهتيجي ترفضهم وهتعملوا وبتاع. طب ما نجامل ال 56 ونخلص. نجامل بقى ال 56، ندي لهم هديه، خلوهم يسكتوا بدل ما هم قاعدين يعني قارفنا في هنا وقضايا وبتاع. تعالى يا سيدي انت اهو، احنا ندي لك منافسه على المقعد الثالث، وندي لكم كمان ثلاث مقاعد زياده في الصعود ونهبط ثلاثه تانيين. الكلام ده ينفع يتعمل على فكره، بس على كف شوب نهادي بعض بيه. ما ينفعش يتعامل في الرياضه المصريه. اسف كلهم اصدقاء، انا بتكلم على مؤسسه اتحاد الكره وليس اشخاص. وبمناسبه الكابتن عامر حسين، انا بشكره جدا لانه راجل بيعمل يعني بمجهود غير طبيعي وبينظم مسابقات خزعبليه، يعني جاي له حاجات صعبه جدا انه يستطيع تنظيمها، ده مجهود رائع منه. هو جاي له قماشه صعبه اساسا، هو بينظم القماشه اللي جات له. الاتهام ان هو اللي بيصنع القماشه انا ببرئه منها، لان احنا نتعامل مع مؤسسه وليس فرد. صح. المؤسسه اديت له اتفضل ادى ال 20 العب اعملهم لي كده، خلاص بقى هو اللي بيعمل، هيعمل ايه يعني الراجل؟ لكن في الاخر احنا بنشكره، مجهوده كبير جدا وعظيم، وتفكيره في الابداع في
في في في ضبط الامور مش عادي، لكن ما ينفعش نتهمه ان هو اللي سايق الاتحاد لوحده، وما ينفعش نتهمه لان بقيه الناس ناس كويسين وافاضل، لكن احنا مختلفين مع الناس دي كمؤسسه، مختلفين مع الناس دي ك ك ك ككيان وليس كافراد. كل الافراد انت عارف علاقتنا بيهم على المستوى الشخصي وعلى مستوى الرياضي محترم، ولكن هذه المؤسسه لما حبت تعمل دوري المحترفين عملت فوضى، صنعت فوضى. قبل ما نروح لدور المحترفين، لا ما هي من ضمن الموضوع، من ضمن الموضوع سيبنا كمل بقيه كلامك عشان هو عايز يرد على موضوع الجمعيه العموميه. لا 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 انا ما انا خلص سيبنا خلص انا بكتب عشان انا لسه هتكلم معاه على مجموعه بحر والصعيد وكلام ده. في دور المحترفين ما انا لسه جاي عايز اوفر. احنا هنكمل اتفضل يا باشا هنكمل. فما هو احنا اتكلمنا دلوقتي على الهديه اللي راحت لل 56. انا مش هلوم نادي الترسانه ولا هلوم ولا نادي من 56. الناس راح لهم هديه يرفضوها، انا لو مكانه مش هرفضها. لا هم مفاوض شاطر. لا مش تفاوض لا يا عم، ده مش لا مفاوض شاطر. بس الكلام انا بقول لك كده. طيب ماشي يعني انت مفيش منتصر ومهزوم. ماشي بقى، بس مش كده. مفيش هو مفاوض شاطر. طيب زي الفل. وانتوا الغريبه، وانتوا الغريبه ال20 انكم انتوا طول الوقت متعاطفين معاهم، وقت الجد اتخليتوا عنهم. لا 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 ما حدش اتخلى عنهم، انا معاهم من البدايه للنهايه. طب امال التظلم ده عامله ليه؟ لا يا حبيبي انا معاهم لالغاء دوري المحترفين ويرجعوا لل 48. ثواني ارجع لورا يا ثواني بس ثواني بس ده هيتلغي دوري المحترفين. مش ورا. ده مش هيتلغي يا عم، ده مش ورا. مش هيتلغي بس بالراحه. طيب ما عشان انت ما تعطلش المديرين الفنيين على شغلهم يا عم. انا هو اللي خدت القرار. مفيش الغاء لدوري المحترفين يا عم. ماشي العجله دارت خلاص. الف سلامه. لو راحت البحر نرجعها يا فندم بدل ما نغرق. ما انت ما فيش غيرك دلوقتي معترض بس في ال20. طب وماله؟ وربنا يديك الصحه. طب يا عم زي الفل. صل على النبي. اللهم صل عليه. بس كده. ف ان احنا كان عايز تعمل دوري المحترفين وصعب عليك انك تعمل مسابقه 20 نادي، لم يكن يليق بك انك تعمل تكون دوري المحترفين من 20 نادي. طالما مش هتعرف تعمل مسابقه 20 نادي، كان المفروض احنا كنا 48، كان ممكن تعمل مجموعه 16 الاكبر، الاعلى 16 في الثلاث مجموعات. تمام. تعمل منهم مجموعه و16 تحتهم و16 تحتهم ثلاث مجموعات وتفضل جوه اللائحه وما عندكش مشكله، ونفذ عم دوري المحترفين. ما حدش قال لك ما تنفذوش. خليتهم لنا 20 ليه؟ يعني قصدك 16 يبقى 16. ما انت مش عارف ما انت عارف تعمل دوري دلوقتي 20؟ مش قاعد تقول لك الدور الاولاني كامل والدور الثاني نصين؟ ده شروط مسابقه. انت عاملها ليه؟ عشان سنه استثنائيه. لا عشان مفيش وقت لل 20 نادي. مفيش سنه استثنائيه. مفيش وقت لاداره مسابقه بين 20 نادي. ليه مفيش وقت ليه؟ طب ما بيعملهاش ليه؟ طب ما هو انت مش رايح تعمل القرعه؟ قول له لا 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 انا لسه استنى ومش بعت له الشروط. انا بسال هو عاملها ليه؟ اقول لك انا ليه؟ الوقت قليل وفي رمضان اجازه، لان طبعا احنا ما بنلعبش على ملاعب مضاءه. مظبوط؟ وبنلعب بالنهار، فعندك شهر راح والعيد راح. وتعالى يا سيدي بعدها ما سوقناش كويس، فما جبناش فلوس عشان نلعب 38 مباراه ونسافر اخر الدنيا. قلل النفقات. حاوريني يا تيتا، انا اسف يعني، ده ملوش علاقه. مين قال لك انك انت ما جبتش فلوس كويسه؟ احنا هنضرب وضع. احنا بنشتغل بشفافيه ومؤسسات. يتفضل يعلن دلوقتي واحنا قاعدين معاك دلوقتي. في ايه يعني؟ ايه مين قال لي؟ هو انا مستني. وانت خاطر مستنى يا ثواني. هو انا مستني اتفاجئ. ماشي، وانت من امتى بتلعب مقابل انك تاخد فلوس؟ يعني بلعب قمار. لا حضرتك ليه مش فاهم؟ في اتحاد حضرتك وانت راجل لك قيمتك. خلصت يا استاذ خضر كده؟ أكمل. لا 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 معلش، ما هو بيقاطعنا. لا لا ما لازم اقطعه يا سيد النايب. من امتى حضرتك انت كنت بتقول مش هلعب غير لما اخد؟ لا ليه لا لا لا، انت فرضت عليا دوري صعب، وزي ما قلت قبل كده انا كنت بصرف 8 و9 مليون منافس على الصعود في دوري مجموعه. هتصرف 25 دلوقتي واجيبهم منين؟ ده السؤال. طب اصرف 9 اصلا ليه؟ احنا بنصرف في الكيرنس من جيب مع اعضاء مجلس الاداره 9 او 10 مليون جنيه كل عام كده. كويس؟ تمام. عشان اصعد واسعد الناس. طب لما اصرفهم السنه دي واهبط يبقى عشان يصالح الناس عندي؟ وتهبط ليه؟ انت مش هتهبط. لا لا ب 10 مليون ده انت هتنافس. لا لا ب 10 مليون احنا نهزر يا عم. تمام. انت فكرتني بالكابتن البوهري. انا رايح بوركينا فاسو الاخير وراح خد البطوله. طيب ماشي. ال 10 مليون دولت
لو انا مش هقدر اسعد بيهم جماهير نادي ديكيرنس تمام بخدم على اتحاد الكره في قراراته اللي مش قادرين ننظم بيهم مسابقه تمام. لا يا عم العب ب 2003 معلش يعني واقعد في البيت واخد القرشين دول نعمل بيهم انشاءات ونقول لاتحاد الكره طيب متشكرين. بناء عليه عملت التظلم؟ لا بناء عليه احنا عملنا حاجتين. اتفضل. اولا نحن نرفض الهدايا والمجاملات اللي تمت لل 56 اصحابك يا خضر بيه يا عم اصحابي اصحابي نلغي ثواني بقى اصحابي حبايبك اللي انت كفحت من اجلهم نلغي بيهم دوري المحترفين ونرجع لل 48 انت الوحيد من المحترفين اللي رحت وقفت جنبهم في ال 37 وانا قلت لا وهذا يحسب ولسه لي. معاهم طب ليه بصيت لهم في لقمه العيش؟ لقمه عيش ايه؟ احنا نهزر الهديه لا يا باشا هديه يا هديه من عنده مش من عندي يديله من عنده مش من عندي يديله من عندي ليه؟ حقك بس فعملنا اعتراض على المركز الثالث متضامن معانا 16 نادي من ال 20 تمام وكلهم دلوقتي بعتوا الخطابات نفس الاعتراض قبل المسابقه قبل المسابقه عشان ما حدش من اللي بعت كله خلاص السكه بعتت والشيبين بعت وبروكسي بعت في غير التظلم بتاعك اللي راح طب بعدين تشوف على بعدين تشوف على مسؤوليتي الشخصيه لم يصل خطاب الا تظلم ديكرنس كافي انا عايز كافي لا هم يا فندم بص هم على الجروب قالوا لك هنبعت لكن ما حدش زي ال 50 ثواني بس يا عيد خضر بقى اتكلم بقى اتكلم هرد على حاجه معينه بس انا فوجئت لما قعدت مع جمال بيه علام وكان معايا رئيس نادي كفر الشيخ واحمد احمد الاحمر كان معايا جوهر انا بقى يعني واحمد جوهر انا احمد جوهر ده جميل وانا محمد بيت طويله فوجئت حاجه تانية فبقول لهم انت ما عملتش جمعيه وانت السبب هاجمته كده زي هجوم شرس زي استاذ خضر ما اتكلم تمام الراجل فاجئني مش القانوني قال لا تعالى حضرتك انت قدمت 50 وراني ورقه خمسه فيهم مش في الجمعيه العموميه مش اعضاء جمعيه عموميه هنا 45 ونادي سخا ثواني بس لا ثواني بالارقام اهو انا عندي اهو وفي 18 قدموا انسحاب رجعوا في كلامهم ايوه من 45 اتبقى كام 27 الجامعه العموميه من كام 31 بطله يبقى انت قبل ما تبدا بطله انا فوجئت بالكلام ده يا هو بتتكلم شيء على 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 الواتس عشان كده وفي العملي شيء تاني عشان كده طارق بيه بقى عشان كده طارق بيه طب ما تقول لي انا عملت اجراء ثواني بقى طب لحظه طب ما انا صاحبك تقول لي برافو مش انا صاحب الانفراد ده مش هو قال الكلام ده يا فندم قالوا ايه انا صاحب الانفراد ده اهو الورقه جايبه تاني مين اول واحد قال الاسرار دي ما عشان كده قلت لك ايه طب قول لي بقى انا صاحبك يا ابو يوسف احنا شلنا الورق بعينينا يا باشا ما انا عارف طيب اقول تاني برضه هقولها لك تاني وهنتكلم بصراحه هو مين اللي قال للناس تعالوا ارجعوا في كلامكم؟ مش عايزين احنا هنتكلم بصراحه وشفافيه يا فندم يا باشا لو سمحت لو يا سمحت يا استاذ خضر انا بقول لك ارمي نفسك البحر ارمي نفسك البحر بس خلاص كده تشتغل يعني اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله اتحاد الكره كان يستطيع انجاح هذه الجمعيه يا فندم لا 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 ورغبته افشلت يا خضر بيه لا في ناس بعت ناس يا فندم بص بعد اذنك بعد اذنك يا باشا يا فندم بيني وبينك يا فندم بعد اذنك يا خضر بيه يا ابو يوسف بعد اذنك بص يا فندم احنا انفردنا اهو عدم اعتماد النصاب القانوني للجمعيه الغير عاديه انا موافق يا فندم ده من اسبوعين سياده النايب اهو بياكد انفرادنا يا فندم بعد اذنك سيبك من كده بص اهو انديه وردت خطابات ليس لها عضويه اصلا خمسه ماشي خلاص ما بعد اذنك اهو 17 نادي انسحب بخطابات رسميه اولهم بتروجيت ايوه اقول لك ايه اهو بص يا فندم النصاب القانوني اصبح 28 ولا و 25% طبقا للماده 33 يعني 31 فما تقوليش اتحاد الكوره ما تظلمش يا يوسف اتحاد الكوره الناس بعد بعض يا فندم يا ناس لم انفسهم طب ماشي ماشي طب اكمل بس اكمل طب خلي بالك اقول لك على مفاجاه ثانيه قول يا حبيبي من ال 28 18 خطاب لأندية سبق أن تقدمت ودي كارثة يعني في 18 من تقدموا قال لك عايزين جمعية عمومية غير عادية راحوا بعتوا قال لك الناس دي بتدور على مصالح احنا منسحبين انت كمان عملوا اسباب تمام ما بس ما نظلمش اتحاد الكورة بس مش هنظلمه ماشي الظلم جاي ومش هكمل الباقي اكمل بقى اكمل بص يا سيدي عشان كده الجمعية بطلة ثواني قبل ما تبدا طبعا مش انا خنتهم تمام ماشي رمضان لا 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 انت ما خنت لا انا عايز اكمل لا لا مش هديله ده رمضان بناجي رئيس نادي المصري للسلوم على التليفون طلب المداخلة عذرا للانتظار اتفضل يا خضر بيه اتفضل منور رمضان بيه واحنا معاك اهو ماشي اتفضل يا فندم
عشان كده نادي ديكيرنس عمل حاجتين. اتفضل عذرا للانتظار خليك معانا اتفضل. عملنا حاجتين اتفضل. الاعتراض اه وسواء ديكيرنس بس اللي تقدمت بيه اه او بقيه العشرين تقدمهم واتى ثمرته فمش فارقه معانا. واحد. اتنين عملت اجراء منفردا ولم انسق به مع اي نادي من الانديه اللي هو التظلم اللي تقدمنا بيه عن طريق المستشار القانوني آه. لمجد المتناوي لاتحاد الكره لان في لجنه اسمها التظلمات ودفعت 5700 ودفعنا الفلوس للاتحاد عشان نقول ايه اللي طب هو المبلغ 5000 ليه دفعت 700؟ 700 ايه؟ هو 5000 ليه دفعت 5700؟ يا عم ده كلام بقى مش فارقه بقى الله يبارك فيك يا دمغه 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 احسن يكون الاستاذ مجد المتناوي. لا 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 لا, لا, لا. لسه ما حسبتوش. لا لا فاحنا تقدمنا في لجنه تظلمات بتظلم آه. ننتظر المخالفات اللي عملها في تنفيذ دوري المحترفين آه. لو رد عليها هل تم تحديد جلسه يا خضر بيه؟ لا لسه طبعا. لما ننتظر لجنه التظلمات اذا ردت برد ايجابي آه. متشكرين ردت برد سلبي الخطوه القادمه هو المحكمه الرياضيه الدوليه الكاس وماشيين في اجراءاتنا. وطبعا ليه انا ماشي في الاجراءات دي؟ يعني انت هتروح للمحكمه الرياضيه طبعا الكاس؟ طبعا بس خلي بالك هتدفع 5000 يورو. لا ده كتير اكتر من كده بس مش مشكله ده هنكسب كتير. ده دمغه هنكسب كتير ما تقلقش. 22000 يورو المبلغ الرسمي زي الفل و5000 مرور على ملعب الشمس زي الفل. ماشي بص يا سيدي احنا ليه رايحين للكاس؟ اولا بما ان احنا دوله دستور اه والدستور بيكفل لنا لكل الاطراف اه التقاضي طبقا للوائح والقوانين المنظمه. تمام. انا رايح للكاس طبقا للوائح والقوانين ولا رايح مع نفسي؟ لا طبقا للوائح والقوانين. وهو نفذ دوري المحترف ثواني تقلبك طيب. وهو نفذ رغباته والدوري بتاعه طبقا للوائح والقوانين. اه طبعا. لما بنختلف بنروح لمين؟ للمحكمه الرياضيه. بس هنروح بس لازم تعدي على مركز التسويه الاول. لا ما عادش مركز تسويه. لا بيقول لك خلاص اشتغل بالقانون الجديد. لا اشتغل بالقانون القديم. طب ماشي هنشوف آه. الخطوات شغلنا عليه آه. هنصل الى الابعد مدى قانونا آه. ولائحيا آه. اذا انتصرنا في هذه المعركة القانونية سوف نطالب بتعويض كبير يصل الى 5 مليون دولار. فهنقدر نعوض آه. ال 30-40 ألف يورو اللي يعني 5 مليون دولار يعني كم 200 ده رقم بقى ده رقم 200 مليون جنيه يعني 100 هشتري نمار انت بالسعودية 155 مليون جنيه 100-150 مليون. وهم عندهم فلوس كتير هتجيلهم ما عندناش مشكلة بس ده بسعر البنك. اه طبعا امال هيدونا بسعر ايه؟ ده ساعتها نبقى نوردهم بقى. انا بس يا استاذ عبد الناصر عايز اتكلم. فده الحاجة الهدية التانية اللي كانت غير مقبولة واخونا خالد قال عليها آه. ايوه هدية ال 50-50 وهدية ال 50 يا عم انا مش ضد بقول ايه بس خليك من الموضوع. حبايبي انا واقف معاهم من البدايه وشايف ان تطبيق دوري المحترفين بالمناسبه بقى الراجل ده كان عايز يلغي دوري المحترفين عشان التسويق اساسا واحنا متفقين ان هو على الكلام ده مش عشان حاجه تانية. طب ليه بيعترض على 50-50؟ مش من حقه. احنا بنهزر. مش من حقه انت بتقول دوري المحترفين عشان اسوقه فجأة هتسوق ال 76 ما احنا كنا 48 مش عارف تسوقه. لا لا معلش لا ثواني بس انا حضرتك الفلوس اللي هيجيلها التسويق دي عشان ال 76 اللي عندنا مش عشان خاطر ما دي مفاجأة جميلة ثواني بس دي مفاجأة بقى اقول لك بس لا 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 لا, لا. ايوه يا طارق بيه على فكرة طارق بيه الكلام ده على فكرة الكلام ده انا سمعته ثواني بس 76 باعوا ماتشاتهم مش عايزين منك يا ريس بس الله يبارك فيك انتوا مش بعتوا يا باشا الله يبارك فيك ثواني طيب على فكرة انا موافق بس الشطارة اللي خلتنا السنة دي نبيع ماتشات ال 76 كانت فين واحنا عندنا 48 اقوى من 76 ما كانش ينفع يتباع. ليه يا اخويا؟ ما المعلم مش عايزه ودلوقتي المعلم عايزه؟ ايوه عشان في دوري محترفين. طب وماله بقى اللي تحت؟ ايه؟ ماله اللي تحت؟ ما هو النص كرسي هو اللي عمل للي تحت فلوس يا راجل. امال ايه؟ هو اللي عمل انا بكلمك التسويق بقى بما يرضي الله هو اللي عمل اقول لك على حاجه هنتكلم على اخر حاجه اخر حاجه عشان اسيبكم تتكلموا. لا لا لو النبي اكلمك في دي عشان انا راجل خبير فيها. ايوه لو ما فيش نص كرسي اقسم بالله انا ما كنت ابعت كاميرات اصلا للدوري ده حتى لو قالوا لي تعالى ببلاش. انا موافق. اجيب منين يا سيدي؟ انا موافق يا سيدي. انا موافق اقول لك على حاجه استنى بس انا عايز 25% بس وادوا لهم ال 75 بس ال 25 يحققوا الانديه الشعبيه الحد الادنى 10 مليون جنيه. طب ما انت تقول حاجه احلى من دي. انا مالي انا عايز اعرف ال 76 دوريهم اتباع بكام علشان خاطر اديني نفس النسبه منهم 50%. يا عم احنا مش هنختار هو المنظم بس انت قلتوا كلمتين خاطرين جدا
جدا. اذا ما ادوش النص كرسي ده ولا المنافسه دي كرسي نص كرسي النص هو كرسي لا نص انت معاك نص هو مع نص لا احنا معانا كرسي منين معانا ربع معانا ربع وما عندهم فرصه ثلاث ارباع بالراحه ليه ثلاث ارباع ليه مش ثلاث انديه قصاد ثلاث انديه نص كرسي المحترفين اقوى مننا يا باشا الثالث الثالث من المحترفين اقوى من اللي تحت معاه نص نازل بنص ايوه نازل انت نازل بنص كرسي يعني ايه نازل بنص يعني حضرتك رايح تكمل البطاقه ايوه لا 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 لا, لا. ايوه ده بيلا هيلعب قمار هيفقد الكرسي كله نص كرسي ايه نص كرسي طب اخر رمضان اخر رمضان وبعدين رئيس نادي المصري السلوم مساء الفل مساء الورد وتحياتي ليك وللضيفين القيمه الكبيره اللي هم موجودين معاك النهارده اللي احنا مستفيدين منهم اتفضل يا حاج رمضان والله انا حابب اوضح كم حاجه كده اتكلم فيهم سياده النائب مثلا او الاستاذ ابراهيم خضر الحاجه الاولانيه هي بخصوص دوري المحترفين اللي احنا كنا من البدايه محترضين على حاجه واحده زي ما قالها الزميل الخضر ابراهيم اللي هو التسويق احنا كانت مشكلتنا قلنا لهم يا جماعه اطلعوا في الاعلام او في القنوات وضحوا للناس انكم احتوا سوقتوا بكذا عشان الانديه دي برضو الشعبيه اللي احنا اتكلمنا عليها تلاقي طب يا رمضان بيه بعد اذنك كنت صديق عزيز هو حضرتك من امتى بتلعب كوره بشروط فلوس احنا كانديه شعبيه احنا من يوم ما بدانا بنلعب عشان خاطر لا ده سؤال مهم يا فندم خدت ايه السنه اللي حضرتك طب السنه اللي فاتت خدت كام عشان تلعب اخدت بس مفيش درجه فوق مني انت جبت درجه دلوقتي دخلتها فوق مني لا مستحيل انا كنادي المصري اروح للدرجه دي الا يكون معايا 10 مليون او 15 مليون كنادي شعبي موجود على الحدود عشان نلعب كوره او نمارس نشاط رياضي عايز 15 مليون تمام عشان نلعب نشاط رياضي ونقول السلوم موجوده في الدوري اللي هي تعتبر امن قومي بالنظام ده مفيش نادي من مطروح هيدخل دوري المحترفين وانا اراهنك على الكلام ده كويس واحنا عارفين نفسنا بنتعامل ازاي بنروح ازاي احنا بنبيع عربيات ونبيع اراضي عشان نمارس النشاط الرياضي وانتم عارفين الكلام ده كويس حبا في كره القدم وحبا في محافظه مطروح وفي مدينه السلوم ولكن النظام اللي احنا رايحين ده عليه ده هيقضي على محافظه مطروح وعلى الانديه ولكن احنا في الاول وفي الاخر هي ستكون تجربه وان شاء الله نتمنى من الله ان تكون موفقه ولكن انا محترض على حاجه واحده اللي هي اتكلمت فيها اللي هو موضوع النزول والهبوط والصعود واللخبطه اللي احنا فيها دي يا جماعه احنا مش عارفين ننظم المسابقات يا جماعه زي ما بنجيب حكام من بره بينظموا التحكيم يا ريت نجيب حد خبره من بره ينظم لنا المسابقات عشان تبقى طب ايه يعني كويس. طب حضرتك ايه وجهه نظرك مش عارفين ننظم مسابقات احنا عندنا الحاج عامر حسين افضل واحد بينظم مسابقات ايه وجهه نظرك يعني قول لي نقاط معينه عشان افهمك في فرق مش عارف في فرق مش عاجبك النقاط اللي هي مش عجباني انا اللي هي اولا الصعود للدوري الممتاز من الدرجه اللي احنا فيها دي اللي هي تعتبر 56 نادي واقسم بالله لحد دلوقتي ما انا عارفين نفسنا كم نادي ليه حضرتك ما عرفتش الشروط اللي جت للمحترفين احنا كل شويه طالع علينا بيان يا فندم لا 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 يا 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 حاج رمضان كل شويه بتطلع بيان دي ناس مش الاتحاد الاتحاد بعت جواب رسمي للعشرين ومن المفترض الاسبوع اللي جاي هيبعت لك ال 56 شروط المسابقه بتاعتك طيب احنا هل هيبقى هبوط من عندنا فرقه واحده ولا صعود فرقتين يا فندم الهبوط من عندك طبقا للتكهنات وليس للمعلومات لان لسه شروط مسابقتك ما جاتش طيب احنا دلوقتي كانديه نروح نجيب لاعب ونقول له اصبر معانا يا فندم هيهبط يا حاج رمضان هيهبط فريق واحد من الثلاث مجموعات اللي هم مقسمين لستة الف وب ست فرق ينزل يعني ست فرق الموضوع آخر واضح هو اللي هينزل اخر واحد من فقط اللي هيهبط اخر فرقه هي اللي هتنزل اخر فرقه يا حاج رمضان اللي هتهبط والدنيا واضحه وخلي بالك ما تزعلش مني انتوا دمرتوا المنتج باللي انتوا عملتوه انتوا قاعدين تطلعوا بيان تقولوا لا بنعرف ننظم ومسابقه فاشله طب عايز المعلن يشتري ايه حق رمضان يعني احنا سبناهم 10 شهور احنا ساكتين ما تكلمناش نص كلمه جينا في الشهر اللي احنا اتكلمنا فيه ده بوظنا المنتج ايوه احنا من شهر 10 واحنا سايبينهم براحتهم يسوقوا ويروحوا من بره مين اللي 10 شهور يا حاج رمضان انت هتزعل من صراحتي؟ لا انت اخويا بعد اذنك يا فندم بعد اذنك يا حاج رمضان يا فندم هذا كلام حق
ولكن للأسف روج به من أحد الإعلاميين والقنوات ليرد به باطل. هيروج في 10 أشهر دوري محترفين 20 لمعلن مش عارفين مين الفريق اللي صعد للعشرين. يعني حضرتك أنا رايح لكولا، رايح لبيبسي، أنا بكلمك في مهنتي، أقول له عندي دوري محترفين، لو معايا الترسانة ومعايا ديكرنس ومعايا الشرقية ومعايا المنصورة ومعايا طنطا ومعايا شبين، تفرق مع المعلن، تفرق مع المعلن وبيع أضعاف لأني عندي جماهير. لو معايا التلات أرباع شركات تفرق مع المعلن لأني مفيش جماهير. يا جماعة في حاجة معلش بحب نوضحها، اللي هو موضوع شركات. أنا ككابتن رمضان أي نادي لدى الاتحاد الكرة ليه الحق إنه يلعب في أي مجموعة؟ ما بتكلمش يا حاج رمضان، ما يتحطش. أنا والله من الناس اللي محترفين وبعرف يا حاج رمضان، أنا ما بتكلمش في النقطة دي، أنا بتكلم أنا أشتري إيه يا فندم. انا بس عشان الكلام انا مرضتش اتكلم في الملف ده ولا اسئل اي حد. حصل كم تضليل متعمد لتدمير المنتج يا فندم. انت بتقول يا جمال يا علام انت مقصر، ما سوقتش ليه من 10 أشهر؟ يسوق مين؟ مين يا فندم اللي صعد؟ هو انا لو معايا الترسانة زي معايا الالمونيوم، مع احترامي للألمونيوم واحترامي للأندية الشعبية، ترى ضربت لك مثل بالألمونيوم اللي هو شركة شعبية وفي مكان عنده جماهير بتشجعه. والله احنا نتمنى من الله تعالى. عايز ارد على دي بعد اذنك يا ابن عبد الناصر. اتفضل يا فندم. معاك يا حاج رمضان. عايز اقول اتفضل. سامعك. عايز اقول بس لاخونا عبد الناصر كلمة. اللي انت بتقوله ده اخو عبد الناصر طبعا نيابه عن اتحاد الكوره، وانا سعيد انك لا انا بدي شهاده تسويق. ثواني بس، ثواني ما هو ده رايهم. لا ماليش دعوه يا سيدي، انا بدي شهاده لك بس. الطبيعي انا مش لسان اتحاد الكوره يا باشا. لا الطبيعي انك تكون لسان الغايب، ده طبيعي في لا الحقيقة. بس انا مش واخد لسانهم النهارده. طب زي الفل، انا بوضح انك انت كتسويق انا بوضح هو تسويق. انا مش هرد عليك انت الكلام ده اتقال من عندهم وانا هرد عليهم كده كويس. الكلام ده حق يراد به باطل. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. اولا لما ابقى بعمل نادي مسابقه من 48 نادي 85% من انديه الصعود ال20 الطبيعي يكون في تقدير ليهم من اول الموسم ولن تخرج عنه. بالكتير الترسانه كان المفروض تبقى فوق ما بقتش فوق، مش عارف المنصوره كان ممكن تبقى فوق ما بقتش فوق. ما بقولش ليه طيب يا خضربيه؟ يا سيدي انا مش بلومهم، اسمع بقيه الكلام. يعني هو يقدر ال20 يعمل استيميشن ل16 منهم من اول الموسم، قوه المسابقه معروفه. والله العظيم ما يقدر يا اخي من الدور الاولاني. ما تزعل. والله ما يقدر يا عم. انا هتكلم ولا انت تتكلم يا فندم؟ ما انا سبتك ترد على الراجل. ما انا اقول لك ليه يا باشا. ما انا هقول لك لسه هقول لك هو مش النهارده انت بتقول ان ال56 سواهم؟ ايوه عشان صح كده. وال20 بيسواهم؟ تمام. ما احنا كنا 48. ما قلت لك المنتج صبرا يا ريس. يا ريس ثواني بس، مش ال 56 دول فيهم كلهم ال 48 فيهم بس، وانت قدرت تسوق ال 56. طب انت ما جالكش ليه مؤمن يا كرنس؟ يا عم اصبر عليا يا عم. انت يا ما انا هسيب نشرح وجهه نظري. اتفضل. ال 56 كانوا ال 48 موجودين السنه اللي فاتت وموجودين جوه ال 56، وال 48 هم اقوى ناس في ال 56 ولا في 76، لان اللي جاي من التالت او من الدرجه الثالثه اساسا جماهيره وشعبيته ما هياش المستوى اللي هيزود له التسويق. اذا التسويق سواء حطه في ال 56 او في ال 20 قائم من السنه اللي فاتت، قائم. فكره ان انا ما عرفتش اسوقه عشان بقول لك حقه. مين قال لك ما عرفتش اسوقه؟ فين التسويق يا فندم؟ لحظه. وبعدين فكره ان احنا دمرنا ثواني بس يا فندم. فكره ان احنا دمرنا ثواني بقى. فكره ان احنا دمرنا اساسا. طب نخلي نرجع التليفون. لا ما هو معايا. ما هو رايي لا معاك. لا لا كان احنا الرد عندنا واحد. فكره ان احنا دمرنا المنتج. ما احنا ال 48 موجودين وانت النهارده بتسوق ال 76، ايه مشكلتك؟ بس كان الانديه ما يزعلوش مني لما اقولش دمرت المنتج، يعني هم وحشين. كتر الكلام اخذ اعلاميا ولا لا في الفاضي يا فندم. بس في الفاضي. طب لحظه المعلم موجود. لا لحظه لا انا عايزك تشهد شهاده للتاريخ. لحظه يا فندم. اتفضل. جمال بيعلام حضرتك مش منع كاميرتي في اول مباراه ليك الترسانه والانتاج؟ ايوه. الكاميرا وقفت على الباب ولا لا؟ ايوه. حضرتك قعدنا ساعتين يا باشا. منع اول ماتش يا باشا. بعد التلفزيون رجع لغايه ما اتصل بيك قال لك خلاص الشمس بعتوا لنا فاكس البيع ولا لا؟
أيوه. الشراء أيوه. رضي يدخلني ببلاش لا وبعد كده هو لما لقينا مراجيح مولد النبي شغاله رحنا قلنا له يا باشا السلام عليكم تمام. وسبنا المنتج رحنا اشتغلنا فيه صرفنا 5 مليون جنيه جبنا 1 مليون جنيه خسرانين 4 مليون جنيه تصوير ده موضوع فاوي يا باشا انت بتكلمني على موضوع مصر يا فندم موضوع فاوي اللي انت بتتكلم عليه يا فندم انا بتكلم على التسويق في مصر يا باشا. لكن النهارده دوري محترفين ظاهر المعالم هيتباع وهيجيب 40 مليون جنيه نعم ناصر نعم ايوه 40 مليون جنيه ده انفاق اسف يعني ده انفاق فرقه واحده في دوري محترفين طب ما تجيب انت 200 مليون واجيب انا ليه اقعد مكانه واجيب يا قعدني مكانه وانا اجيب ماشي لا ايه 40 مليون جنيه اخيرا ننظر اخيرا رمضان بقى اخيرا استاذ عبد الناصر اخيرا نتمنى من الله تعالى ان الدنيا تمشي في الاتحاد الكوره والاستثمار يجي احنا كلنا نفرح لما يجي استثمار واحنا والله ما لسه بيننا وبين اتحاد الكوره اي مشاكل ولا اختلافات الا هي وجهه نظر جمعيه عموميه وانا هوجه سؤال بس لسياده النائب عشان لما اقفل يرد علي في السؤال ده بس اللي هو بخصوص ال 18 نادي اللي الاتحاد قال له دول سحبوا جواباتهم يعني اتحاد الكوره مش قادر يا جماعه يطلع في النور ويوجه جواب رسمي او خطابات رسميه للجمعيه ويقول لهم يا جمعيه يا عموميه انتوا عملتوا كذا والجوابات بتاعتكم كذا وكذا وكذا عشان حتى الناس تطمن ان الاتحاد بيرد عليها ولكن تتجاهل الانديه دي اللي احنا زعلنا منها كجمعيه عموميه على فكره الكلام ده انا قلته للاستاذ جمال علام قلت له اعلاميه كان لازم تطلع تقول الكلام ده مظبوط الله ينور عليك مظبوط قلت له اعلاميه الناس تعرف احنا كلنا كنا مؤيدين هذه النقطه ولكن ده انا عايز اتداول بس السلبيه تؤخذ عليهم جدا شكرا يا رمضان ناجي رئيس نادي مصر رمضان. انا عايز بس سؤال يعني توضيح معين موضوع التسويق ده خلينا بس نهدى الاول جدا ونسلم بالامر الواقع رقم واحد رقم اثنين انا كنادي الترسانه او 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 اخويا خضر بساله سؤال كده بس من غير ما تتعلقش حاضر السنه اللي فاتت خدت كام؟ ولا جنيه صفر خلاص؟ صفر ايوه لما جمال العالم بيكلمني قلت له ماشي انت مش هتسوق هتسوق انا مش عايز اعرف الرقم كام؟ ليه؟ انا باخد صفر لما هيجيني جنيه يبقى انا خدت مكسب مكسب ما انا باخد صفر وبداية يا ست النايب تمام؟ بس قول لي نسب قلنا عليه قلت له نسب ال 50 دول 50 المحترفين 20 50% و50 ل 56 واشترطت عليه قلت له لازم الانديه الشعبيه حتى المحترفين بالذات واخد بالك يبقى من 1 لـ 4 حصل يبقى ربع ده طلبي ده طلبي اصلا منهم اساسا من البدايه وطلع البيان بكده انا بقول انا اقول لك انا اقول انا قلته انا والله انا ما اعرف انت قلت كده يا باشا من البدايه انا قايل الكلام ده انا الانديه الشعبيه انا مش هقدر تصرف مش خضر اخويا لا دي هيروح في داهيه يا طارق بيه يا طارق بيه الكلام اللي انت بتقوله كلام مهم جدا على فكره ولكن السنه اللي فاتت احنا ما خدناش وانفاقنا متوسط ال 20 انت بتتكلم ال 56 مش هينفقوا السنه دي زي السنه اللي فاتت ممكن يبقى اقل او زيه لا وبالطريقه اتعمل فيها مش انت مش هتنفق كده تمام لكن لو انا في دوري المحترفين ال 20 انا هنفق الضعف تمام فانت مش معنى ان انت ما ادتنيش السنه اللي فاتت واديتني اي حاجه السنه دي متشكرين ما ينفعش تزود على النفقات 10 15 مليون جنيه وانت مش عارف تديني 2 3 مليون جنيه مش هزود بسبب عايز العبك من دور واحد عشان كده تظلمات يا عم ومن غير تظلمات هاخد حق اللي موجود قال لا ماشي وانا هتعاقب انا هتعاقب عشان بطالب بحقي لا مش كده اللي هيجي بفلوس هيتقسم عليك زي زمايلك لا انا قلت لا بس نبدا يا خضر خبره يعني يجيني مردود وسنة استثنائية نجربها نشوف يا جماعه يا بيه الانديه الشعبيه اللي موجوده في الدرجه دي في العشرين وانا بتكلم نيابه عنهم اهوت ما معهمش فلوس يصرفوا على النفقات المضطرين يصرفوها السنه دي قولا واحدا ان شاء الله هتصرف الله ما احنا هيدوك اكتر حاجه نسبه اهو كام عايز رقم ايا كان اقول لك انا رحت بس انت بتاخد صفر يا باشا انت هتاخد 5 جنيه يا باشا انا عايز يا باشا انا عايز الصفر ووفر 10 مليون اللي هضيفهم جداد او 15 مليون انا رحت مصر للطيران اول امس عشان اسال على التيكت للفرقه بشكل جميل اللي هيوديك اسوان اللي هيوديك ربع مليون جنيه واحد هتروح في فندق هناك بكام ومن ديكيرنس للقاهره زيهم 500000 جنيه تقول لي بقى اصل انت ما كنتش بتاخد فلوس واديك اي حاجه طب والنفقات اللي انت اجبرتنا اعملها دي اجيبها منين؟ لا طيب الكلام ده مش على نفس الميزان قبل ما اطلع فاصل خليني بس اهدي هذا النقاش الحاد في هذه الحلقه هو لا مش حد النقاش جميل لا ده وايجابي جدا حد في القضيه هو طبعًا. لازم حد يبقى خناقه بس هتنسحب زي امير عزمي انا يبقى اخر يوم في عمري
لا ده انا بضحك، ده انا سعيد جدا في وجودي مع لا طبعا حد للمص كله. بص يا جماعه، هذا هو الحوار الذي طلبت بيه من اول دقيقه، وقال لك عبد الناصر عدو ده وعدو ده، ان احنا نعمل خناقه حضريه على مكتسبات وحقوق. يعني فين ال 15% بتاعت الدوري الممتاز؟ اه ده كلام قالك انت عامل، قلت له فين دول؟ بالظبط هو ده، ما دي برضه يبقى ده عشان احنا، وحتى دي برضه في تصرفها الانديه الشعبيه تختلف عن الشركات. وفين الشفافيه ان انا ان يتحط لي في صفحتي اللي ايه وعليا يا فندم؟ اكمل يا كمل، ما لما يسوي هي هديك الارقام بقى بتاعت الدوري الممتاز. يا كمل اكمل بس يا خضر بيه، نحن نناضل في هذه القضيه من 30 سنه. بص مشناها فلنكات من أسوان لمطروح، لم نتخلى عن نادي. ليه المرة دي ما دخلتش الخناقة؟ لأنها لم يكن فيها معالم واضحة للحقوق ولا الواجبات. كانت زي عجبني جدا تصريح سيادة النائب طارق السعيد، كانت الناس راكبة دماغها عافية نلغي دوري المحترفين. ده مش نقاش. طرابيزة حققت مكتسبات، وطرابيزة عند الخضر بيه طالب بحقوق مالية 50% خدها 56، أصحاب 100% بيقول لك 50%. ده النقاش الصحي اللي احنا كنا بندور عليه، لو في النهايه نوصل لحلول. بالظبط، ما هو لازم توصل لحلول، لكن مش بنتخانق وخلاص. واسوأ حاجه في الخناقه ان ما معهاش روشته بديله. الغي المحترفين، البديل ايه؟ ما حدش عارف. التسويق قليل، طب ما تيجي تسوق انت، مش عارف. انا ما بتكلمش على الخضر بيه، لا حد يفهمني غلط، انا بتكلم دايما ضع حلول بدائل حتى تستطيع ان تحقق نجاح على طرابيزه المفاوضات. خليني بس اهدي الدنيا شويه كده. في مركز للعلاج الطبيعي عالمي على أرض مصرية، وأنا النهاردة عندي 2 من رؤساء الأندية الكبار أنصحهم بأنه يعني عجبني جدا الخضر إبراهيم، على فكرة دماغه دي سم يا جماعة، ملغمة أقسم بالله. ده اللي منافس مقعد هنا تاني، أقسم بالله ده اللي قاعد يسكن في الأندية ويقول لك ما بعيش ورايح. طب بص، الأيام بيننا، تجايب شوية لعيبة، اللهم لا حسد، ماشي مش عايز قر بس كده. يعني بص عاجبني شغال يا طارق يا زيك، شغال في كل المستويات، الشغل ده اداري. الملعب على فكره والكابتن ايمن الجمل شغالين وبتتلبى لهم كل الطلبات، ده فكر حضاري. انك انت سيبني في القانون واللوائح وخناقتي الاداريه احقق فيها المكاسب ليا ولزمايلي على قدر المستطاع، لكن انا شغال في الحدوته بتاعتي. فالنهاردة أنا بدعيهم من هذا الفكر والمنطلق، نفسي طارق بيه السعيد والخضر بيه إبراهيم يروح يزوروا هذا المركز. هذا المركز الطبي للعلاج الطبيعي هو العاشر على العالم. أنا فخور رحت وزرته، مركز زوام للعلاج الطبيعي والتأهيل المتكامل، وهو أهم مركز في المعادي، الأول في الشرق الأوسط والعاشر في العالم. فكرته إيه؟ اللي هو ممدوح زوام صديقنا العزيز، عنده يعني حد في أسرته، بنته بالتحديد، وليسمح لي أن أحكي القصة. فكان عندها إصابة فلف بها على مستشفيات كتير في مصر علاج طبيعي، فللأسف الشديد الأجهزة المعالجة كانت ناقصة، فاضطر يطلع بها برا مصر. من بعدها أخذ على عاتقه أن يؤدي رسالة إنسانية فلف في أوروبا. وانا قدامكم معالي الدكتور عميد صلاح عاشور صديقي العزيز، وهو صديقي اصطحبته بشكل ودي لزياره المركز، وخدني في جوله. الاجهزه دي مش موجوده غير في مصر والمانيا. اللي هو ممدوح زوام واصدقاء المتخصصين في هذا المجال ومنهم الدكتور عميد صلاح عاشور راحوا اوروبا، لقيوا مثلا في المانيا مجموعه اجهزه بس ناقص جهاز في مكان تاني، فكذا كذا. الراجل جمع كل الاجهزه في مركز واحد. على فكره رئيس وزراء نيجيريا اذا جاز لي ان اقول ذلك موجود هناك بيتعالج علاج طبيعي، ناس من الخليج. بصوا حاجه قصه تانية، الدكتور صلاح بيقول لي مثلا، شوفوا انتوا هنا الجهاز ده بالتحديد، بيقول لي الجهاز ده مع محمد صلاح في ايده زي الشنطه السنسونايت اهو، ده بيقول لي ده بنعمل بيه التقوية واستشفاء في الطيران لما تكون مسافات الطيران بعيدة، فاللاعب عشان خاطر الاسترخاء والجلوس في الطيارة. قال لي ده هتلاقيه في ايد محمد صلاح. كارت خصم بقى عشان عندي مشاكل في كتفي. لا تعال انت ببلاش على حسابي. طيب ماشي. بس انا فخور جدا بدايه يا جماعة
انه يبقى في مصر بصراحه. ويمكن الاجهزه كمان اللي شرحها لي الدكتور صلاح، وانا على فكره كنت رايح عشان اتعالج، فخدني في جوله انبهرت يعني حاله من الابهار في كل جهاز كنت بشوفه بيشرحه لي الدكتور صلاح. ويمكن ده عايز حلقه، وبس انا استغليت وجود الخضر بيه ابراهيم وسياده النائب طارق السعيد، لان انا واثق ان سياده النائب لو وجه لي دعوه او الخضر بيه على فكره هيستفيدوا كثيرا. انا اروح لان انا عندي مركز كده عامله في النادي، فاللي ناقص عندي هعرف عنده ناقص ايه واكمل منه. ده هايل جدا يعني تستفيد حتى من الخبرات. طب واجهزه تصل الى ملايين الجنيهات، وحاجة فكر راقي وفكر عالي جدا. وكمان سيادة اللي هو ممدوح زوام استقبلني في مكتبه وكان رجلا كريما يعني. على فكرة الكلام ده بنية تحتية للكرة يا جماعة. طبعا ما هو ده مهم جدا جدا للكرة المصرية. ممكن لعيب يبطل وانت مش عارف اصابته فين، عالجها ازاي؟ وعارف المركز ده من المفترض خلال الفترة اللي جاية هيفتحوا في افريقيا، وهم دلوقتي ما بين كينيا ونيجيريا بيعملوا دراسات، وكمان في شمال افريقيا. فانت كمان بالاضافة انه فخر لمصر كلمة مهمة جدا قالها سيادة النايب، قال لك كمان انه ده مفيد للبنية الاساسية الكروية، لان احنا عندنا يعني مشكلة انك مش هتلاقي في مركز طبي كل الاجهزة مرة واحدة. سيادة اللي هو ممدوح زوام طبعا بشكره على حسن الاستقبال، وقعدت يمكن عنده اكتر من ساعتين شرح لي ازاي اختار كل جهاز على حدة، وازاي يعني بيستقبل حالات مستعصية. يعني احمد خالد البطل الشهير اللي اصيب اصابة عجز بدأ يتحرك عندهم في المركز. الكابتن مؤمن زكريا في اول 3 جلسات يعني اكتشف ان كل التشخيص طوال الفترة اللي فاتت كان خاطئ. مع اول 5 6 جلسات عندهم حصل تقدم كبير جدا، بيحكي لي الدكتور صلاح وسيادة اللي هو ممدوح، يعني بيقول لي مؤمن زكريا الحمد لله تقدم كبير جدا. ويمكن دي بعض الصور الخاصة لنا لمؤمن زكريا داخل مركز زوام في المعادي. يعني ده مثلا المغبس والشغل على مستوى عالي جدا. وديكم شايفين مؤمن زكريا بتمنى له السلامه والعافيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب. طبعا بس حالته تقدمت، وهو يمكن بشكر المسؤولين هناك بعتوا لنا هذه الصور الخاصه جدا يعني. وديكم شايفين تقدم في حالته. وانا بشكرهم كمان على الاهتمام بي على المستوى الشخصي وزوجتي، لان زوجتي عندها مشكلة كبيرة جدا، ربنا يشفيها ان شاء الله وتقدر تمشي زي ما كانت وتبقى زي الفل ان شاء الله. فانا بشكرهم على الاهتمام الكبير ده، وبشكر معالي اللواء ممدوح زوام، وبشكر صديقي العزيز الدكتور صلاح عاشور اللي فضى نفسه وراح معايا يعني، وبشكر كل الناس المسؤولين عن المركز. اخدكم لفاصل اعلاني وهنرجع لموضوع التسويق والنسب والكلام ده كله، لانه مهم جدا. وفعلا انا بسال سؤال بمنتهى المصداقيه والامانه، يعني مش متصور واحد من ال20 كان بيناضل ايا كان، سواء الخضر بابراهيم صديقي انا بيقول لي دايما بتغلس عليا في الاسئله بس معلش، يعني كان يكافح ويناضل وفي الاخر لن يكون ابدا عقبه في الطريق مهما حصلت. يعني لو لقي صالح زمايله ال56 كن واثقين انه لن يكون للخضر ابراهيم ولا غيره عقبه في ذلك. وما قدامناش شكل لائحي غير ده، واؤكد عليه كل حلقه، مش قدامنا شكل لائحي من الخروج من الازمه الا ده، وغير ده مسابقه ال20 باطله. نلتقي بعد الفصل. عدنا اليكم اعزائي المشاهدين، والحوار زي ما انتم شايفين محتد في الموضوع بتاع التسويق ودور ال20. وخلي بالكم ارجع واقول دور المحترفين ده مسمى اخترعناه احنا اعلاميا، ولكن لائحيا الشروط وضحت اللي انا قلته. هو دور القسم الثاني مقسم الى الف وب. الف ما اطلق عليه اعلاميا المحترفين به، وبه اللي هو ال3 مجموعات المقسمين الى 6 داخليا، الف وب كل مجموعه. لا هو المسمى، لا المسمى مش كده، المسمى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. أيوة أنا عارف المجموعة الثانية مفيش ألف وب زي ما كان أولى تانية تالتة بقى أولى وتانية. لا بس حضرتك الشروط قالت ألف وب. الشروط هي يا باشا ماشي، ما ترجع للشروط. طيب هو أنا غلطت في حاجة؟ مفيش ألف وب. لا في ألف وب، أتحداك إنني أتحداك.
بص يا سيدي، نظام المسابقة الدوري القسم الثاني المجموعة الأولى. ما حضرتك أنا معايا الشروط الأولانية أ و ب، وتم التغيير واحد واثنين. اللي طلع أهو. ماشي، ما هو بناء. لا لا لا. ما هو بناء اللي طلع الرسمي اللي هو طالب من الاتحاد أصلاً أهو. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. أيوة. مين اللي عمله كده؟ ده تحايل على لا مش تحايل. إيه؟ اللي عمله كده لما قعد وقعدة المفاوضات. أيوة. طارق بيه السعيد قال له ده المخرج. أيوة. ده المخرج اللي إيه؟ لا مش المخرج، ما هو أ. بص على فكرة انا دول مش حاجه اسمها محترفين. ايوه بص طبعا يا لا عايز اقول له هي مجموعه اولى ومجموعه ثانيه فيها واحد ست مجموعات بعد كده. وبالاماره قلت لهم ايه؟ لن اقبل ان يتقال ان الترسانه درجه ثالثه. ايوه حصل ولا ما حصلش؟ ما هو ده انا قلته قبل كده. ماشي، ما انا بقول لك قلت بس قبل كده ان في مراكز قوه يا فندم. استنى بس استنى بس قلنا قبل في مراكز قوه في القسم الثاني. ايوه اهمهم الترسانه. ايوه لا بص انا اسمع بس لغت الهبوط والصعود يا فندم. ثواني بس انا وضحت ولا هل الاستفاده اللي احنا وجهه نظري احنا خدناها لل 56 هل اختصت بيها الترسانه لوحده ولا 56؟ هو ما ينفعش تختص بقى نفسك. هو طبيعي انت عشان تستفيد هتفيد بقيه زمايلك، ما ده طبيعي يا استاذ. بس انتوا كلكم خدتوا ميزه مش بتاعتكم. المشكله ايه؟ اقول لك على المشكله. انا راجل عملي يا ست النائب. عذرا انا راجل عملي يا ست النائب. عذرا للمقاطعه، الانسان العملي بيريح لانه ما بيركبش دماغه، لا عنده خصومه مطلقه ولا عنده عداء مطلق. وبعدين عايز حلول. ما بكلمش وخلاص، عايز حل. قول لي والله انا بنتقد يا استاذ طارق في 1 2 3 وعندي الحل 1 2 3. اقول لك انت بتنتقد خضر يا خضر، انا مش عايز كذا. وبعدين سكت. طب ايه الحل بقى؟ هو احنا من البدايه يا فندم بقى لحظه بس انكشه بس كان يعني انا بص يا جماعه اخد دكتوراه في الملف ده، انا مش قاعد هنا راس كرومبا. الخضر بيه كلم مجدي بن متناوي، اللي حصل معاه مع مجدي المتناوي هو اللي حصل مع جمال بيه علام مع سياده النائب طارق. سيادة النائب طارق قال له يا عم انا الف ولا ب ما تلزمنيش، ولا تانية وتالتة اللي الاعلام بيتكلم فيها على جثتي لو اتقالت ترسانة درجة تالتة. وراحوا المنصورة قالوا له احنا معاك، وباقي الاندية الشعبية منهم الشرقية ومش عارف ايه قالوا احنا معاك. انا بحكي لك بس كواليس. فاستقروا على ايه؟ اللي طلع الف وب قال لك لا، هي المجموعة الاولى والتانية احنا كلنا اسم تاني. يبقى كده انت سمي محترفين مع الاعلام، بيعوا محترفين للمتحده زي ما انت عايز تسمي. احنا خلاص هو المحترفين بالنسبه لنا، وانتوا عارفين الانطباع الاول مع المصريين يدوم كثيرا، بس هم لائحيا مصنفين القسم الثاني المجموعه الاولى والثانيه. ايوه عشان كده للخناقه اللي عملها البعض قال لك انا اتساويت رغم ان انا صاعد. لا ده على الورق، لكن في الاعلام دي قصه تانية. فدي بس ايه عشان تعرفوا حرفيه المفاوض. الحركه دي نفسها فطن ليها هذا الرجل الذكي في التظلم. المجد بن متناوي صديقي العزيز كتب له في التظلم ايه؟ نادي كرنس المشارك في دوري القسم الثاني كذا 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 كذا. المجموعه الاولى. أيوة. المجموعه الاولى. طبيعي ماشي بعد اذنك. ما احنا ماشي على 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 لائحته. وبعد كده انت غيرتها ليه؟ ما هو الاول كان مجد المتناوي كاتبها غلط. كان كده دوري محترفين. دلوقتي رايحه صح ولا مش بعد اذنك؟ ايوه دلوقتي رايحه صح. دلوقتي رايحه صح ولا غلط؟ قول لي برضه، لازم تقول لي برافو. المعلومه دي محدش يعرفها في مصر غير انا. هو انا على الجروب معاك. الجروب ايه؟ كلمة ما تحطش على الجروب. يا الجواب الاولاني الجواب الاولاني اللي طلع اتقال دوري المحترفين. الخضر بيه ابراهيم لحظه يا جماعه، تعالى يا محمد تعالى عادي. محمد جاي عادي يا عم، ايه المشكله؟ الراجل جاي يقول لي لا تشرب ويا على الهواء. هات يا عم الصوره يا عم، هات يا عم الصوره يا عم. في ايه يعني؟ ما تجيب يا جمال اللقطه علينا، حاجه غريبه. شاي سكر زياده من غير سكر. الراجل جاي يشوفنا نشرب ايه؟ هات لنا انت شايب بدون سكر على الهواء. اللي فضحنا لا، ان هو جاب لنا بيعزمنا على الهواء. والراجل جاي والراجل جاي اهو، وهات المشاريب على الهواء يا عم. المهم ان احنا لا 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 لحظه يا باشا، لحظه بس يعني يا سياده النائب. الجواب عمله مجد البن متناوي في غلط قانوني. قال دوري المحترفين في التظلم. هو كلمه قال له فين دوري المحترفين في الورق اللي انت هتتظلم منه؟ غير يا باشا وقول. ما كانوش هيقبلوه منه. ايوه اصلا. قال له المجموعه القسم الثاني. انا ده دوري محترفين يا بيه. عرفت بقى؟ ده مسمى زي برسيل. ماليش دعوه يا فندم، ماليش دعوه. انت قدرت قانونا تقدم بالكلام ده؟
انا مقدم باللغه. لا لا هو انت غيرت اهو اللغه اللي خطبني بيها خطبته فيها. لا انتصرنا في التفاوض بتاعك. لا مش اللغه اللي خطبته فيها. اني عجبني حوار ايه، كان هناك ازمه لابد ان نخرج منها جميعا زي الفل وخرجنا منها بسلام، مش عايزين حد يقعد يدق لنا مسامير في النعش بتاعها زي الفل. يتنازل عن المقعد الثالث والثالث. طب ما بيقول لك اروح بس على بدالي. يعني لا انا ماليش اتنازل. طب اعمل لك ايه طيب؟ اتنازل عنه. اتنازل لك انت بتنازلنا ليه ليه؟ عارف تنازلنا؟ اه ما وجدش وجود ليك وانتوا 20 دول. طب صل على النبي بقى. انت كده اختلقت. صل على النبي عشان الكلام ده الكلام ده برضه خطا. لا مش خطا. هل لا 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 ثواني بس ثواني. احنا عندنا مسابقتين. اه مسابقه شروط 23 24 وشروط 24 25. المفروض لو هي لائحيا زي ما حضرتك بتقول تستمر للسنوات القادمه. لا هنعمل جمع هو السنه الجايه بيه. ايوه ما هو هيعمل جمع. ما هو الشروط خضر بيه. الورقه الاخيره جت وضحت ليك ان موضوع المستحدث دوري محترفين يرجع للجمعيه العموميه، مش محتاجه تفسير. هو قال لك يعني قدامنا حل من اثنين. اه يا ناوي يهبط ال 56 كلهم في الثالثه؟ لا لا ثواني بقى. هيهبط واحد من كل مجموعه سته. طب هو ده ويصعد ستة. ثواني بقى ثواني يا طارق بيه. وتصعد هو ثواني بس. وانت يهبط من عندك ستة. هو في عدالة ان ال 20 يهبط منهم ستة وال 56 يهبط للتالتة ستة؟ هو كان في عدالة ما 16 ينزل منهم ينزل منهم 11؟ ها؟ ما انا رافض. الله ما انا رافض. الله ما انا قلت نرجع لل 48 يا بيه. ما انا رافض يا باشا ثواني بس. كلنا غلطنا يا باشا. لا ما حدش غلط. لا هم اللي غلطوا. انا اقول لك غلطنا هم اللي غلطوا. انا كلنا غلط. الاتحاد غلط واحنا كان عندنا غلط. لعبنا كان ممكن نعمل مشكله ونقف وكل كلنا غلطنا. ما وقفتش معانا ليه وجيت وجيت إيه؟ اول الموسم انت ها اقول لك ليه حضرتك. ايوه لان انا كنت غضبان من الجماعه العموميه. عارف ليه؟ ده غضب شخصي. استنى بس. لا غضب شخصي. لا 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 احنا كنا لا ال 48 لا 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 خلينا احكي لك بقى. لا لا لحظه الكلمه اللي انت بتقولها دي خطيره. لو غضب شخصي يبقى بيغامر بمقدراتنا دي. لا 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 مش شخصنه الامور. من سنتين اه واخد بالك ايام ما كان احمد استاذ احمد ماسك الاتحاد احمد مجاهد واخد بالك واتفقنا معاه برضه نفس التفاوض دوت. قلت له انا مشكلتي كلها في المجموعات دي كلها. انا طول ما في انديه شركات مع احترامي ليها دي ناس اقوى مننا نعمل نجنبهم على جنب. قال لي ايه رايك ما نعمل فوتنج على كده. قلت له جميل. جمعنا الناس ورحنا استاذ عبد الناصر خسرنا على 3 اصوات. بقول لك باللفظ احمد الاحمر خسرنا. بقول لك اهو بتاع القناه مع احترامي ليه واخد بالك بعيد عن القصه ويا ابو صندوق بالثلاث اصوات دول كنا كسبنا القصه. الحاج سال ابو صندوق الرجاء عشان كده خدت مخه جمعيه قلت لهم مش قاعد معاكم تاني. فرصة معلش انا بقول لك اهو فرصة لن تتكرر تاني. انا المرة دي لا انا بشكر مجلس ادارة الاتحاد على اللي خد الخطوة دي. طب انا بأمانة. عايز اقول لك حاجة. لا ده بيحيي ثواني بس بيحيي الاندية الشعبية. في حاجة في حتة مهمة جدا مش واخدين بالي منها. امبارح انا كنت بلاعب في درجة ثالثة ماتش ودي كده بسخن ابو السعود انا فوق ايه ابو السعود ده؟ مع احترامي ليه؟ وهتلاقي ابو السعود وابو الخلود وابو مش عارف مين قصص يا جماعه مختلفه. انا بقول لك اهو لما فرضناش الكلام ده كله مع كامل الاحترام لنادي ابو السعود الفل ده محترم جدا وحقه لكن يا جماعه بس انت بتتكلم في منتاليتي تاني. طبعا انت عايز كوره ازاي؟ ايوه يا جماعه الانديه ديت مع احترامي ليها بتصرف على لعبه واحده ما عندهاش نشئ زينا ولا 15 لعبه ولا قصه مختلفه خالص. طيب. يعني لو سمعنا عن نمط ده ثواني بس الحته دي مهمه قوي. انا قلت الكلام دوت في المجلس على الملأ تقولوا يا جماعه لو استمر القصه دي كلها انا بقول لكم اهو لا مفيش كوره في مصر بعد 4 5 سنين اقسم بالله لا انا هبقى موجود لا ترسانه ولا اولمبي ولا تكرنس ولا الكلام ده كله اللي طالع من تحت قصص ولا مختلفة. المصري ولا الاتحاد ولا مش الكلام ده كله. طيب. عشان كده يا جماعه احيوا الانديه الشعبيه. طب كيفيه الاحياء بعد اذنك يا طارق بيه؟ انا بس عايز اقرا لك حاجه صغيره كده. دور القسم الاول فيه 11 نادي مؤسسة وسبعة شعبية. الدوري المحترفين في 15 مفيش سبعة السنة الجاية مفيش سبعة منين مفيش سبعة السنة الجاية ما هبطوا خلي السنة دي من مواعي اتنين منهم ما انا بقى كمل خلي بالك اسمع السنة دي مفيش خمسة ده السنة الجاية في كارثة وافتكر الكلام ده هتقل يا فندم يعني بقينا 13 5 يا خضر بيه لا تحسب الاهلي والزمالك شعبي دول مؤسسات عمودين الدولة في الرياضة ماشي شعبي شعبي فبقينا 13 يا باشا دول مش هيمسهم هبوط ولا هتنقص منهم امكانيات. سمي الاتحاد سمي المصري سمي الاسماعيلي يا سيدي ما الاهلي الاهلي والزمالك خارج السياق ماشي يبقى ثلاثه. بنتكلم
13 ل 5 مظبوط. طيب تعال على دوري المحترفين 15 5، 15 مؤسسه وشركه الى 5. طب دوري القسم الممتاز به 18 مؤسسه و32 شعبي. تمام. القسم الثالث فيه 16 مؤسسه. لو بصيت على الخريطه دي هتجد ان ال 18 اللي موجودين في الممتاز به سوف يزيحوا. عندنا 5 و5 في المحترفين والممتاز الف. تمام. سنه 2 دول طالعين مكان دول. ماشي. والباقي كله طيب دي انديه شعبيه في الدرجات الادنى وشركات. طيب الحل، الحل عشان نقول ما تحطش مشكله. لا هقول تمام. الحل هو في قانون الرياضه بشكل واضح ان الانديه الشركات والمؤسسات لابد ان يكون لها دور في رعايه وشراكه الانديه الشعبيه. ما طلع القرار هناك جديد اللي موجود ده مع ايه الجديد. انا بقول الجديد، الجديد كده الجديد. بس انت ما تشتغلش لوحدك، مفيش دوري. واحنا اتكلمنا مع عبد الناصر انا عشان تعمل جديد ترعى نادي شعب 3 سنين. لا لا, لا 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 مش دي، مش دي. امال ايه؟ ده 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 كاموفلاش. انا عملت نادي النهارده ورحت، رحت القريه جنب كده مركز شباب نادي شعبي واديت له 10,000 جنيه في السنه برعايه. ادي الرعايه. ده مش رعايه. لا لا بعد كده القانون يا باشا ثواني بس المبدا ده في عليه. لا 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 اكيد الكلام ده ناحيه تنفيذيه. ده فندم يا فندم مش كده يا جماعه. هل في شروط لهذه الرعايه؟ هل في اليه؟ انا بتكلم على بعد كده. لا 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 انا بتكلم على الخريطه اللي موجوده دلوقتي، لان اللي انت بتتكلم عليه عايز له 100 سنه عشان يتطبق. يا خضر بيه انت بس بتودينا لحاجه مهمه جدا، مستاذنك عشان تكمل، لانك انت كده ضربت نفس الناقوس اللي قاله محمد بيه مصلحي في المؤتمر الصحفي لنادي الاتحاد. طبعا. قال لك ايه؟ قال لك انا النهارده لست في مؤتمر صحفي فقط لتقديم الكابتن طارق العشري. محمد بيه مصلحي قال كده. انا بقول لكم الاتحاد السكندري العظيم زعيم الصغر بهذا الشكل الى زوال. ما تكلمونيش عن ترسانة واسماعيلي ومصري. الكلام اللي قاله محمد مصلحي في المؤتمر الصحفي قالوا تبكل وكرروا كامل ابو علي. أيوه. في تصريحات خاصة في الجول بعديها بايام. يعني بص الراجل قال لك ايه، بص يا خضر بيه، بص يا سيادة النايب، قال لك ايه؟ قال لك يا جماعة الاندية الشعبية تعاني، احنا الاتحاد 150 مليون جنيه ديون. قال لك بدخل في لاعب اصل معاه 6 مليون ويجي يمضي يجي له تليفون ب 20 مليون بسيبه. طب انا اعمل له ايه؟ ولذلك انا قلت يا جماعه ان محمد مصلحي كان الاجرأ في رؤساء انديه الدوري الممتاز الشعبيين، لانه مسك السلك اريان وطرق ناقوس الخطر بقوه وقال يا انديه شعبيه ويا دوله كلموني عن الاسماعيلي والاتحاد انا والنادي الثالث المصري، مفيش غيرنا الاهلي والزمالك دول الكره مؤسسات. والرياضه المصريه دول مؤسسات دوله. احنا الى زوال. النهارده كامل ابو علي بيصرف كام ومنين؟ الاسماعيلي 600 مليون جنيه ديون، الاتحاد السكندري محمد مصلحي ومجلسه يتعامل لهم تمثال. ولذلك انا عايز ارد على الحمقى والمتخلفين اللي هاجموا محمد مصلحي بعد المؤتمر. محمد مصلحي قدم روشتة علاجية لإنقاذ الأندية الشعبية، لأن النهارده الخضر بيه إبراهيم بيهاتي معانا، سيادة النايب طارق السعيد واجتماعات مطولة في مجلس النواب بيهاتوا على كان إنقاذ الأندية الشعبية. ما شفناش نادي في الدوري الممتاز وقف مع الناس الغلابة دول غير محمد مصلحي. يعني مع احترامي أنا وجهت نداء وقلت كنت أتمنى إن الأهلي نادي القرن وقاطرة التسويق يتحمل مسؤولياته ويخرج علينا الكابتن محمود الخطيب بروشتة انقاذ للاندية الشعبية والجماهيرية، لان ده قدر النادي الاهلي منذ ان انشأه سعد زغلول. لكن ما لقيناش نادي في الدوري الممتاز يا سيادة النايب الا محمد مصلحي بكل جرأة قال الدولة ما بتقدم لناش حاجة وما ادتناش جنيه وخدنا وعود ولم تنفذ، الاندية الشعبية الى زوال، احنا بندفع من جيوبنا كمجلس ادارة، عايزين 120 مليون جنيه خلال اسبوعين منهم 35 فوري مقدمات تعاقدات، بنقدم مشروع لانقاذ الاندية الشعبية مش مؤتمر صحفي لطارق العشري واللعيبة يا سيادة النايب. طب اعلق بقى بعد اذنك. اتفضل.
في الموضوع ده بالذات انا كنت واخده على عاتقي في مجلس النواب وقلت الكلام ده كله في شباب ورياضه، قلت لهم على على الاتحاد الاتحاد الكوره عليه جزئيه وعلى المجلس عندنا جزئيه. اتحاد الكوره يعمل ايه؟ زي ما قلنا لازم يبقى عندنا فصل للشركات والانديه الشعبيه من تحت عشان يقدر يطلع بعد كده. لما هتبدا من تحت بقى سنه 2 3 تلاقي الشعبيه في الممتاز كترت وتقدر بعد كده تفصلهم تعمل لهم فصل بين المجموعه دي والمجموعه دي. دي رقم واحد. رقم اثنين في التسويق ذات نفسه لازم تدي الانديه الشعبيه زي ما قلنا كده في الدرجه الثانيه واخد بالك 4-1 تدي نفس القصه للناس الشعبيين بالممتاز غير المحترفين سيبك بقى من الشهره او بتاعه او الادميه او بتاعه كلام من في انديه مش محتاجه. يعني مثلا البنك الاهلي محتاج فلوس تديله فلوس انا عارف حاجه بس هو فاركو ده محتاج فلوس تديله سياده اللي هو اشرف نصار رئيس مجلس اداره البنك الاهلي سالته قال لي على فكره احنا بناخد اقل ارقام طبقا لرعاياتنا. يعني انا باخد مقابل ماتشاتي او انا في الدوري الممتاز لكن لا يقدم لي اي حد اي حاجه ما علي. يعني محمد بيوم صلح في المؤتمر الصحفي قال احنا واخدين 30 والاسماعيلي واخد زينا 30 اسوان كان واخد 13 وغزل المحله كان واخد 13 وسابوا مليون جنيه للاتحاد يعني خدوا 12 وما كملوش قالوا لهم المليون جنيه تبرع منكم للاتحاد. انا بقول لكم على كواليس واسرار فالانديه الشعبيه ما بتاخدش الارقام. طيب دور بقى المجلس ايه او وزاره الشباب والرياضه الانديه الشعبيه تساعدها ازاي؟ مهم جدا والوزير لم يقصر. انا قلت الكلام ده لا هو على فكره بيدرس الكلام ده دلوقتي في لجنه الشباب والرياضه. واحد اولا انت بتدفعني ضرايب ليه؟ انا كنادي شعبي ده لسه سنين بالكلام ده كله ادفع ضرايب ليه؟ انتوا في مجلس النواب طب قلتوا ده؟ انا قلت الكلام ده كله اتقال انا ضرايب ليه؟ طب عارفيني ما في حاجات تقدر تفرق معايا. وزير الماليه استجاب ليك؟ لسه ما قديم ما عندي اقتراحات اهو في التشريع الجديد ان شاء الله هنخش فيه. ادي جزئيه. الجزئيه الثانيه في انديه كتير جدا ما عندها مشاكل مع الاوقاف ومع الميه والكهرباء الكهرباء والقصص دي كلها لازم تسمع عنها. لا انا بتكلم على مشاكل الاراضي بتاعت الانديه تحلها مع الجهات المسؤوله عنك وانت وزاره الشباب والرياضه تشتري لنا الكلام ده كله في حاجه اسمها شراء اصول في الميزانيات وبتاع وكلام ماتش تشتري لنا وتديها لنا نقدر بعد كده نستثمر في انديتنا. ناقشته ده؟ طبعا. انا ما اقدرش دلوقتي اروح استثمر في مكان الارض مش بتاعتي فيها مشكله هتخلي تعمل عندك ايرادات موجوده للانديه. ادي حاجه حل من الحلول اللي انت موجوده عندك. ساعدني ان انا اعمل اعلانات ما يخش خش الحي يقول لك طب اعمل اعلانات ليه؟ بياخد منها الكلام ده كله لازم تعمل عليه سياج من بعض القوانين والقرارات اللي تدخل لي ايرادات الانديه بتاعتي عشان ساعد الانديه الشعبيه ما انقرضش. الدكتور اشرف صبحي قال لك في تحرر في الاستثمار جاي عشان كده ان شاء الله احنا في القانون على التشطيب في النهايه كنا بنقدم فيه تعديلات كتيره تخص الكلام ده كله. الاراضي عايز اعمل فرع جديد لنادي بتاعي عشان عامل ايرادات واشتراكات تروح تعمل لي المتر ب 3000 جنيه كنادي وانا بستثمر. لا ليه لازم يكون اسعار معينه زي المايه والكهرباء بتدفع 25% كده يبقى زي الدوله ما محدده سعر مثلا ب 1000 جنيه دفعنا الربع. في فرق بين الانديه الاستثماريه والانديه الشعبيه حاجات كتير تقدر تساعدني بيها ان انا ما انقرضش. ده دور الدوله او دور الشباب والرياضه. بس الجزء المهم في الكوره معالي النائب قضيه ما ده هيعمل مردود عليك في النهايه في الكوره ما عندك ايرادات ماشي ماشي بس الجزء المهم في الكوره ان انديه المؤسسات والشركات وكل الاحترام والتقدير ليهم ولا ما قدموه للكره المصريه والمجتمع المصري في الكره يعني مشاركتهم. انا عندي شركه لها مسمى سواء شركه طيران او شركه اتصالات او شركه بترول او شركه ادويه او شركه اغذيه او اي نشاط من الانشطه الاقتصاديه في مصر. لو هذه الشركه رعت نادي ترسانة وليكن كانت في نطاق اكتوبر او نطاق الجيزه تمام وخدت رعايه نادي الترسانة تمام وحطت اسمها على كل انشطه نادي الترسانة وساعدته على انشاء ملاعب او 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 الفلوس اللي بتنفقها دي وخدت الدعايه وعلى النادي وعلى الاعلانات وعلى كل حاجه والله والله مردودها الاقتصادي على نفس الشركه اكتر من مردودها ان يكون اسم النادي باسمها تمام. انا يعني النهارده خلي ملعب الترسانة اسمه ملعب شركه طيران او شركه اغذيه ايه المانع؟ نادي الترسانة لكن ده ملعب كذا زي ليفربول وزي تشيلسي وزي بره الشركات بترعى الانديه هو ده الكلام طلع العكس الشركات نزلت تلعب بنفسها ده المطلوب من سيادتك في مجلس النواب وفي التعديل تمام. ان الشركات دورها الشراكه مع الانديه الشعبيه وليس
المشاركه مكانها في النشاط. تمام، حوار صحي جدا وكويس اللي رحنا للتشريع، لان ده اساس. وارجع واقول هذا ما تمنيته، وانما هناك بعض القنوات وبعض المذيعين تاجروا بمشاعر رؤساء الانديه الشعبيه والجماهيريه ودخلوهم في خناقه. الانديه نفسهم باعوا القضيه بتاعتهم بشهادتهم فيما بينهم، لان خلي بالك المكاشفه من حلقه الاخرى بتودينا ان بعض الناس للاسف تسرعت وأضرت بالمنتج. الدكتور ناصر الوصيف صديقي العزيز وعضو مجلس إدارة نادي المنيا الأسبق يمكن لخص الشروط بتاعة دوري المحترفين ودوري الـ 56 القسم الثاني به أو المجموعة الثانية، سميها زي ما تسميها، ولكن خلينا نقول المسمى الإعلامي بتاعنا القسم الثاني به، ودور المحترفين اللي هو المحترفين به، ده المسمى اللي هينتشر إعلاميا حتى كان نزود من قيمة المنتج. بعت لنا الراجل مشكورا إهداء لبرنامج ملعب الشمس، جرافيكس للشروط موضح فيها كل الكلام بتاع التقسيمة. دكتور ناصر سلام عليكم. السلام ناصر، بعتذر على الانتظار طويلا على انتك شايف الحوار والدنيا سخنة جدا. لا مش اي حاجة، انا مستمتع بالحوار، برحب طبعا سيادة النائب وبرحب بخضر بيه، وانا مبسوط ان هما الاثنين كمان ممثلين لاندية شعبية، يعني بمناسبة موضوع الاهتمام بالاندية الشعبية. يعني بشكرك على التصور ولك الكلمة، تفضل سريعا يا دكتور. الحقيقه انا عشان بس لقيت ان هو موسم انتقالي، فكان في بعض الحاجات اللي كان مفروض نوضحها يعني، فعشان كده بالتعاون مع البرنامج عملنا جرافيك للتصور للموسم اللي جاي كموسم انتقالي، ودي نقطه مهمه مفروض كل الناس تاخد بالها منها، ان ده موسم انتقالي وبعد كده الامور هتنتظم، سواء في مجموعه في قسم المحترفين والقسم الاول من الدرجه من الدوري الدرجه الثانيه او في القسم الثاني. فعملنا تصور لشكل الدوري. اول حاجه شكل الدوري هيبقى عباره عن مجموعتين او قسمين او مستويين. المستوى الاول اللي هو معروف اعلاميا بالدوري المحترفين، والمستوى الثاني اللي هو هيبقى معروف بالمجموعات الجغرافيه. القسم الاول اسمه اعلاميا اللي هو المحترفين، ويتكون من مجموعه واحده 20 فريق، وهيتلعب بدوري دورين بس بشروط خاصه. القسم الثاني هيبقى عباره عن توزيع جغرافي، ثلاث مجموعات رئيسيه هتتقسم كل مجموعه الالف وب، 56 فريق هيتلعب بدورين، يعني كل مجموعه فرعيه هتلعب دوري من دورين. بعد كده هنشوف شكل المجموعات في الشريحه اللي بعد كده. هنلاقي ان المحترفين زي ما قلنا هم 20 فريق، طبعا هم الفرق اللي طلعت صعدت من مجموعه الصعيد ومجموعه القاهره ومجموعه بحري، وبعد كده اللي صعد من الترقي الفرقتين بروكسي والاتصالات، وبعد كده اللي صعد من الدرجه الثالثه مكادي والنجوم ورايا، وبعد كده الثلاث فرق اللي هبطت من الممتاز. دي ال 20 فريق اللي بيكونوا المجموعه الاولى او القسم الاول من دوري الدرجه الثانيه اللي هو تحت مسمى طبعا دوري المحترفين. تمام. بعد كده هيبقى في ثلاث مجموعات رئيسيه متوزعه جغرافيا، مجموعه في الشريحه اللي بعد كده، مجموعه الصعيد ومجموعه بحري ومجموعه الشركات. تمام. وده بصراحه برضو لازم اقول ان ده انتصار كبير جدا للانديه الاهليه، ان يبقى في مجموعه شركات. ده بصراحه كان مطلب من زمان قوي. انت النهارده كده لما تستقر الدوري ده يستقر، هتبقى ضامن ان في يعني 66% يعني اثنين من الانديه الاهليه وواحد بس من انديه الشركات صاعد، يبقى النسبه دي لما بعد سنه واثنين وثلاثه هتضمن للانديه الاهليه والانديه الشعبيه، هتضمن لها مكان ثابت في الدوري. هنا بتتكون من ثلاث مجموعات رئيسيه، كل مجموعه مقسومه لالف وب، زي ما بنقول الصعيد الف وب، وبعد كده بحري الف وب، وبحري طبعا هم كل فرقه كل مجموعه منهم 10 زياده فرقه عن باقي المجموعات، وبعدين الشركات الف وب. ده بالنسبه لشكل الدوري. بعد كده هنتكلم بقى على نظام المسابقه، يعني في الشريحه اللي بعد كده هنتكلم على نظام المسابقه. زي ما قلنا المحترفين نظام المسابقه بقسمها، القسم الاول اللي هو المحترفين، اول حاجه هيتلعب دوري من دور واحد
بعد الدوري ده ال 20 هيلعبوا دوري من دور واحد، بعد الدوري ده هيتقسم، هتتقسم المجموعه الى مجموعتين من 1 لـ10 مجموعه اللي هي الف هتبقى محترفين الف في الدور الثاني، ومن 11 لـ20 في الشريحه اللي بعد كده هيبقى المجموعه الثانيه. ده بقى الاول حاجه هتتقسم لمجموعتين، كل فرقه من دي في الدور الثاني هتحتفظ بالنقط اللي هي جمعتها في الدور الاول. صح. يعني الترتيب ده بما فيه مكمله على عمليته من فرقه معاها النقط اللي هي جمعتها. بعد كده بقى بعد نهايه الدور الثاني بالنسبه لدوري المحترفين ايه اللي هيحصل للمجموعه الاولى؟ المجموعه الاولى كانت بتلعب بغرض ان هي تحدد الفرقه اللي هتصعد، فاول فرقتين اللي هي من المحترفين الف بعد نهايه الدور الثاني اول فرقتين هيصعدوا مباشره للممتاز. الفرقه اللي هتحصل على المركز الثالث هتروح تلعب دوري ترقي من دورين مع الثلاث فرق الاوائل بتاع المجموعات الرئيسيه اللي هي الجغرافيه اللي هي الصعيد وبحري والشركات. تمام. والسبع فرق الباقيه دول هيفضلوا زي ما هم في المحترفين للموسم اللي بعده، يعني بنتكلم بقى على الموسم اللي بعده. اما المجموعه الثانيه في الشريحه اللي بعدها، المجموعه الثانيه اللي هي كانت من 11 ل 20 بعد نهايه الدور الثاني اول 4 فرق هتفضل في المحترفين، والفرق السته الاخيره هتهبط الى دوري الدرجه الثانيه. بعد كده هيبقى درجه ثانيه بس مش هيبقى مقسم الاقسام، وهيبقى 3 مجموعات، فهتتسكن الـ6 فرق دي على المجموعات جغرافيا. يعني مثلا لا قدر الله هبط مثلا الترسانة يبقى يروح على مجموعته في الصعيد وهكذا، او في القاهره. لا هو الراجل هو الراجل بيضرب مثلا باعتبارات سياده النائب حاضر، يعني سياده النائب قاعد معانا. لا نتمنى السلامه والصعود للترسانه يعني. لا طبعا طبعا نتمنى لكل الانديه الشعبيه كمان ان هي تكمل وتوصل للممتاز. ده بالنسبه للقسم الاول اللي هي المحترفين. اما بالنسبه للقسم الثاني اللي هي المجموعه اللي هي الجغرافيه المتوزعه جغرافيا، هيتلعب كل مجموعة فرعية من دول من 6 مجموعات دي هتلعب دوري من دورين، هيتحدد بناء عليه الأول من كل مجموعة فرعية. وبعد كده بقى في الشريحة اللي بعديها كل أول في مجموعة فرعية يبقى خلاص كده ضمن إن هو هيمثل في دوري المحترفين، اللي يبقى الستة اللي هم الستة الأوائل ضمنوا الصعود بدل الستة اللي هابطين، وبعد كده يصفوا مع بعض بمباراتين ذهاب وعودة، يطلع الأول يستنى النص كرسي اللي جاي. تمام. اللي مزح على الخضر بيه. بالظبط. كرسي ده مخيرة. كل فرقتين هيلعبوا مع بعض. ما أنت بتقول الهنس، أنت مضايقنا ليه طيب؟ أنا كلها سنتين وماشي استحملوني. لا أنا بس الدكتور ناصر بيشرح شرح وافي للممتاز وتطلع بره. يا دكتور ناصر يا دكتور ناصر ابدا بس من اول الاوائل، لان كان لسه معانا الاخ رمضان ناجي قال لك انا مش عارف حاجه، فانا ده بنقدمه خدمه للناس. بشكرك على هذا الشرح الوافي. الاوائل الاوائل راحوا للمحترفين. اتفضل. دي المجموعات الجغرافيه اللي هي بحري والصعيد وبحري والشركات. احنا قلنا ان الاوائل بعد دوري من دورين لكل مجموعه فرعيه هيتحدد الترتيب اللي شايفينه ده. الفرقه الاولى هي ضمنت تلعب في المحترفين، والفرقه الاخيره خالص هبطت لدوري الدرجه الثالثه برضو على حسب توزيعها الجغرافي. ايه اللي هيحصل بقى بين الفرق الاولانيه؟ بين الف وب هيلعبوا ماتش رايح جاي، يعني ذهاب وعوده، هيتحدد منه اول المجموعه الرئيسيه. تمام. يبقى الثلاثة اللي فازوا هيروح هيلعبوا مع الثالث من دوري المحترفين دور الترقي من دورين، يحددوا منها فرقة واحدة تطلع للممتاز. والثلاثة اللي لم يوفقوا في دورة الترقي زائد الثلاثة اللي اتهزموا هنا اللي هم أوائل المجموعات الفرعية بس ما لعبوش في دورة الترقي، دول 6 فرق هيتسكنوا مع المحترفين. تمام. كده بيتهيألي الجرافيك موضح، يعني كده واضح ايه اللي هيحصل بالنسبه للدوري اللي هو اللي احنا سميناه اعلاميا التوزيع الجغرافي. المحترفين والممتاز به القسم المجموعه الثانيه، او الممتاز القسم الثاني به. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر. انا عايز اشكر الدكتور ناصر، وعايز اسالك يا دكتور حاجه بعد اذنك. اتفضل. هيهبط 6 فرق للقسم الثالث من القسم الثاني المجموعه الثانيه، مظبوط؟ تمام. هيهبط 6 من الـ6 مجموعات. الاخير فقط لا غير اللي هيهبط. انا جاي. كام واحد هيصعد من الثالث للمجموعات دي؟ لا ده لسه الاتحاد ما لسه ما ارسلش الشروط. توضيحا
لا انا فاهم سؤال، انا فاهم سؤال خضر بيه ده، لازم يعني عايز يزود ولا يقلل بقى. كان حديث من خضر بيه قبل كده في حلقه قبل كده ان هو بيتحدى ان هو هيصعده حاجه و30، لكن احنا خليني يا دكتور ناصر اوفر عليك مع البرنامج، احنا عملنا حاجه توضيحيه للي بعتوا يا دكتور ناصر. يا دكتور ناصر كالعاده نسبق الجميع، سيصعد 12 والشروط هتروح كمان ايام. تمام، اي خدمه. يبقى ده سبق للبرنامج بقى، لكن انا احنا عملنا اللي هي زودت فعلا. ايوه ما هو بص خلي بالك، هو قرر يزود، كان يزود المسابقه، ما هو عنده نقص في الثالثه يا فندم، فعايز يزود. نقص ايه بس يا فندم؟ يا فندم ده تصور جديد للاصلاح، مش عارف يا اي اصلاح. والله العظيم ان عامر حسين بيصنع المستحيل. يا عم ده ملوش علاقه بعامر حسين، هو اللي عامل المشروع. يا عم لا ما هو اللي عامل المشروع. يا عم ما تتهموش، الله يبارك فيك. بص يا فندم، هو قراره ولا قرار الاتحاد يا فندم؟ هو يا باشا قراره كلف بملف اصلاح المسابقات. يا باشا لو سمحت، قراره ولا قرار الاتحاد؟ حضرتك انت ليك دعوه بالدرجه الثالثه؟ اكمل التهليك شو وقت؟ لا ده جاي، ده جاي لي، جاي لك ايه؟ مش هنبقى 82؟ هو هينزل لهم بقى. لا مش هنبقى 82. هلا شكرا يا دكتور ناصر. شكرا يا دكتور. بص يا فندم، شكرا بس لحظه انا بقول انفراد ما تناقشنيش فيه لسه لما تجيلك الشروط. عم بقول كل مجموعه هتزيد فريق واحد بس يا فندم. ايوه ايوه يا عم، احنا كنا 48 كده بقينا 76 بقينا 82. ما هو في 2020 كله هيتظبط. طيب عايز الاخير عايز احكي لك قصه بس بعد. طب قبل ما تحكي لي قصه، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صالح رجب، الكاتب الصحفي الكبير والشهير وصديق عمري وعشره العمر، النهارده كان في المستشفى وكلمني ناس كتير جدا من اصدقائي من النقابه ومن المؤسسات الصحفيه، لان هو مجامل وبيبقى مع الناس كلها في كل الافراح والاطراح، لا يتاخر ابدا. كان في العمليات النهارده والحمد لله خرج بالسلامة، وتواصلنا معاه ومع السيدة حرم أثناء العملية واطمأننا عليه، وكمان قلنا له لو نقدر نعمل مكالمة تليفونية سريعة نطمن أحبائك وأصدقائك، فالحمد لله صحته تحسنت وهو معانا على التليفون. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صالح رجب، ألف مليون سلامة يا أستاذ صالح. أهلا بك أستاذ عبد الناصر، أهلا بكل مشاهدينك، أهلا بكل الناس اللي انا بحبهم من 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 خلال ما انت خلتني حبيت جمهور الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وانديه الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والدرجه الاولى نفسها، حبيتهم من خلالك ومن خلال تقديمك الرائع ليهم. اهلا بكم كلكم. الف مليون سلامه وحمد لله بالسلامه. الله يخليك، دي اختبار من عند الله. يمكن انا مريت بلحظات في حياتي، شفت رصاص ارهاب، شفت ضربات، بس ما جربتش لحظات مرض بالطريقه اللي كانت جامده قوي، الا ان يبدو ان انا نسيت سني بقى. ما عملنا، كنا عاملين في رمضان، يمكن زي ما الناس عارفين عملنا في رمضان، كلنا كنا عاملين في رمضان حاجه زي معرض تموين ومعرض حاجات للصحفيين، فنسيت اللي كنت تعبان، فكنت بروح وبنسى وما اروحش للدكتور وما اروحش العمليه، وكنت مريض، فللاسف زاد عليا المرض. فجت الايام اللي فاتت هو ساعدني مجلس النقابه الحمد لله، لان انا مش من الطيار، وانا مش ما بقفش ضد الدوله واقف مع الدوله، فقفلوا، فرعيت بصيت بصحتي، فوجئت مجموعه من الام وتعب جامد، اضطريت ان انا اذهب للمستشفى، عملوا لي عمليه من الساعه 2 الظهر الى حين 5:30 بالظبط، قعدت 3 ساعات ونص. بشكر مستشفى العجوزه والدكتور طارق السيد والله على ما عمل لهم معايا 3 ساعات ونص، قالوا لي رجلك الاثنين نجيت من البتر ازاي مش عارفين. انا طبعا بسجد شكر لله، بسجد شكر لله على اللي عمله ليا، بشكر زمايلي اللي هم اتصلوا في كل مكان، اللي اتصلوا بالزميل عبد الناصر، عبد الناصر اللي انا بعتز بصداقه لم اشهدها، صداقه 35 سنه، بحس بانسان
بانسان جوه الانسان. يعني عبد الناصر زيدان ده انا بحس الله يخليك انسان جوه الانسان، سال عليا وبالجمهور اللي سال عليا انا بشكركم. شكرا. الحمد لله الحمد لله بقدر امشي، يعني قدرت امشي، لقيت نفسي واقف على رجلي. انا كان اهم حاجه وانا خارج من العمليات بحط ايدي على رجلي الاثنين، موجوده ولا مش موجوده؟ الحمد لله موجوده. الحمد لله والحمد لله على السلامه. بحب قبل ما اطول ما اطولش عليكم اشكر مجلس النقابه طبعا جميل اللي ما وقفش جنبي وما سالش عليا وما فكرش واحد فيهم يرفع سماعه التليفون. معلش سامحهم سامحهم. لا لا نظرا لاني انا مش من التيار بتاعهم لا اكتر. هم يعني المفروض احنا بنخش النقابه كلنا بنخلع الرداء وبنقول احنا صحفيين لا ننتمي للتيار ده او لده كده، انما إن طالما ان انا مش من تيارهم لم يفكروا واحد فيهم انه يرفع. والغرب رفعوا كلهم من الدول العربيه من كل الدول ده رفعوا يسالوا عليا ما عدا مجلس النقابه. ألف مليون سلامة ليك وبشكرك شكرا جزيلا. وعتاب للإخوة في نقابة الصحفيين خصوصا أصدقائي محمود ومحمد يحيى والناس دي جميلة، وصديقي العزيز السكرتير العام جمال عبد الرحيم أبو الرجولة والجدعنة. وأعتقد أني ربما يكون سقط سهوا، لكن كلهم حبايبك وكلهم حبايبنا. ومجلس النقابة والإخوة أعضاء مجلس النقابة لهم منا كل الاحترام وكل التقدير، وأكيد هيسألوا عليك بعد هذه المكالمة وهو عتاب المحبين. ألف مليون سلامة للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صالح رجب. أولا الحمد لله على سلامة الكاتب الصحفي. دي أمور ما أقدرش أثر فيها فأنا آسف إذا كنت أضعت حبل أفكارك اللي مودينا للفيفا. نسأل الله السلامة ليه ونسأل الله أن ربنا يعافيه وينعم عليه بالصحة والعافية إن شاء الله. اتنين ونص أنا هخلص لكن بقول لك على الهواء. أنا بس عايز أقول لك على حاجة صغيرة حصلت. اللي حصل السنة دي اتكرر قبل كده سنة 2000. طلبنا لك 10 دقائق زيادة وعشان بسرعة ربنا يخليك. اه وشاء القدر ان دي كيرنس تكون طرف برضو فيها. كان يرأس نادي دي كيرنس الأستاذ عبد اللطيف وفا طبعا، وفي هذا التوقيت كان نائب رئيس نادي الحمول الأستاذ أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اللي هو بقي رئيس اتحاد فيما بعد تمام. وأيام اللواء الدهشوري حرب وكان معاه كابتن حمادة امام والسياجي واحمد شاكر كابتن شوبير استاذ هنا بوريده مهندس هنا بوريده وابراهيم يوسف وصاحب الهواري وطلعت فواز قالوا هنطبق دوري شكل المحترفين. طب ما هو كل وكل مره رؤساء الانديه بيفشلوه. ما هو ما ترجع ليك للتاريخ ده التاريخ الاسود اللي انا عارف منه. طب بتفكرني ليه بيه؟ انا بعرف المشاهدين يا باشا بتفكرني بيه بالايام السوداء ده كانت الناس تهبط وتقعد بالتليفون. هتكلم ولا اعمل ايه؟ قالوا يا كابتن احنا هبطنا ما تقلقش يا راجل ده انا شاهد مكالمات بس الناس ماتت ما ينفعش تقول. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اقسم بالله نادي هبط واتكلم واتكلم ماشي اقول بس الشهاده دي لله نادي هبط. بترجع لي للماضي ليه؟ ايوه لا. نادي هبط يا فندم نادي هبط قاعدين بنتعشى مش هقول الاطراف لان كلهم عند علام الغيوب وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم بالجنه ويجمعنا بيهم باذن الله. نادي هبط واحنا قاعدين بنتعشى في احد الاماكن جاء تليفون كذا 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 كذا. يعني احكي القصه ولا تتكلم على نادي هبط؟ اكمل لك ما تقلقش انتوا فين؟ في المكان الفلاني. خلاص هنعملكم مجموعتين. طب وايه اللي حصل السنه دي؟ ايه اللي حصل السنه دي؟ ما نفس القصه. لا ال 56 والثلاث بقى اقول لك ايه؟ الثلاث مقاعد والمقعد المنافسه على الثالث كوبي من اللي كان بيحصل. لا نفس المجاملات. بص بقى انا مختلف. لا لا الراجل ده حبيبي. لا مختلفين مع بعض يمشي الحال. دي مجاملات وموائمات. لا والله اعلم ايه تاني. لا يا فندم هو خروج من مأزق. لا اي مأزق. لا يا باشا مفيش مأزق. لا تظلم الناس. ليس موائمات لان الناس دي قاعد لها سنه وتمشي واغلبهم مش هينزلوا انتخابات تاني. وعلى فكره انا لا شغال معاهم ولا عندهم ولا ثلاث ارباعهم اصحابي على فكره. بس اسمحني يا فندم يا باشا هو خروج من مأزق لائحي. هذا هو لا مأزق لائحي. لا ايوه طبعا عشان يطبق ال 20 بتوعه لازم يتعمل مأزق لائحي. يرجع ل 48 ايه اللي جابره؟ ايه اللي جابره؟
ايه اللي جابره؟ ما خلاص بقى الشروط يعني. جات لك خلاص. ايه اللي جابره؟ بلاش نتكلم في الماضي، ده الماضي ده كان كله عذاب يا باشا، كله شكل بعضه. وان كنت في حبك انا راضي. سنه 2000 شكل سنه 2023. فاصل اعلاني ثم نتواصل. والله احنا بنشكر السيد المحافظ الدكتور ايمن مختار على الاستقبال واهتمامه بنادي المنصوره، واوصى بان احنا نحط التوصيات للصالح العام لنادي المنصوره، وافتكر ان من اهمها من اهم القرارات هو تنفيذ الحكم الصادر ضد مجلس الإدارة بحل المجلس وإلغاء نتيجة الانتخابات. وافتكر ان احنا كنادي المنصورة لازم يبقى في مجلس معين من رجال الأعمال، خاصة في الفترة دي، لان مش هيقدر يشتال نادي المنصوره غير رجال اعمال مخلصين بيحبوا النادي. طبعا نادي المنصوره اسم كبير ونادي كبير، وهو عارف قيمه نادي المنصوره كويس، عشان كده قابل الرياضيين بتاعه نادي المنصوره كويس، وان شاء الله يكون اجتماع مثمر ومفيد لنادي المنصوره، نقدر نرجع بيه امجاد النادي الكرويه، وان شاء الله باذن الله بتكاتف الناس جميعا وتكاتف الرياضيين ان شاء الله نقدر نرجع الكره في نادي المنصوره باذن الله. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نطلع من الاجتماع ده وهو مثمر في كل شيء، وخاصه ان نادي المنصوره في حاله يرسى لها الايام دي. واعتقد ان السيد المحافظ باذن الله هياخد التوصيات بتاعتنا وهينفذها ان شاء الله. السيد المحافظ استمع للرياضيين، هم رياضيين تتمنوا ان يكون نادي المنصوره نادي كويس، هم ما لهمش اغراض شخصيه، هو اهم حاجه النهارده نادي المنصوره. كل الناس زعلانه ان نادي المنصوره اصبح في الدرجه الثالثه، وده ما حصلش من ايام ما اتنشا نادي المنصوره، يعني ده ولا وضع ولا كيان نادي المنصوره. كل اللي بيتمنوه قدام الرياضيين ان نادي المنصوره يصعد ويبقى في الدوري الممتاز، زي ما سياده المحافظ قال انا كنت بحب المنصوره وبتفرج على الانديه الكبيره في الدوري الممتاز. احنا نتمنى فرقة المنصورة ترجع لمكانتها الطبيعية. في توصيات اتحطت وان شاء الله يعني يعملوا بيها، ودي حاجة لمصلحة بلدنا ومصلحة الفريق، والواحد يعني بيتمنى يخدم بلده نادي المنصورة في اي مجال، حتى لو مشجع في المدرج. احنا بنقول احنا ملناش مصالح ولا اي حاجة غير ان احنا عايزين نرجع مجد نادي المنصورة زمان. النهاردة كون ان انا اشوف المنصورة في الدرجة الثالثة دي حاجة يعني لا تسر حبيب ولا عدو، وفي الحقيقة احنا منتظرين يعني ننهض والمنصورة تصل للوضع الطبيعي. شيء مؤسف جدا جدا النهارده بتتحدث عنه كل جماهير البلد، ازاي المنصوره في الدرجه الثالثه. نادي المنصوره مصنع توزيع اللاعبين على مستوى انديه مصر درجه ثالثه، البلد كلها لازم تقف، مش احنا بس اتضح ان احنا بنحب النادي من قلبنا كابتن ياسر، وبتمنى من ربنا الدنيا كلها تقف في ظهرنا، احنا رايحين بنمثل 8 مليون مواطن عند السيد المحافظ المحترم ايمن بيه مختار، بنقول لهم اقفوا في ظهرنا، احنا جايين مش عشان مصلحه نفسنا، جايين عشان ننقذ نادينا، نادي المنصوره التاريخ والاسم. واحنا في فتره اعداد ومحتاجين نعرف الوضع بالظبط، لان نادي المنصوره نادي كبير، مش هنسكت لما نادي المنصوره يبقى في الهويه تحت خالص. احنا اتكلمنا بكل شفافيه وكتبنا نقاط كده ان شاء الله سياده المحافظه قال بس عرضوها عليا، واحنا موجودين في المحافظه عملنا عريضه كامله بكل النقاط، وان شاء الله بنقدمها له دلوقتي. والراجل متفاهم، راجل بيحب البلد، شرح قال لك محافظه اهليه طعمها ما بقاش يعني نادي المنصوره مرتبط باسم المحافظه. الاجتماع كان مثمر وايجابي ومختصر في حل المشكله الكبيره بتاعت نادي المنصوره، وهي تعطيل تفعيل حكم حل المجلس.
ومشكورا هو تبنى هذا الموضوع، وان شاء الله ان شاء الله قريبا جدا يحصل فيه تصحيح اوضاع وتعيين مجلس جديد له خبراته له كفاءاته وتصحيح المسار والسلبيات اللي ظهرت خلال الموسم اللي احنا فيه ده.
زي ما تاب مني كبير، لانه في فتره من الفترات كان يعني بيديها حته سن رصيف كده لاخويا محمد مصلحي، ولكن كفر عن سيئاته خلاص وبقى حبيبنا يعني. فبشكر محمد بن مصلحي جدا على كل حاجه حلوه عملها مع سيد الثعلبي، وهذا من شيم الرجال، وهو رجل شهم ومحترم. كمان بنحني تقديرا واحتراما للحاج عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات، الذي صنع حاجات ما ينفعش أقولها على الشاشة من الاحترام والخير والسؤال والمساندة وكل شيء جميل. تفضل يا عم خضر. سيد الثعلبي معاك على التليفون. ألف حمد لله بالسلامة يا كابتن سيد، ونتمنى لك طبعا السلامة والصحة والعافية، وإن شاء الله نشوفك في البرنامج قريب وتكون على أتم في أحسن حال يعني إن شاء الله. السلام عليكم الأول، وصباح الفل عليكم، منور طبعا معالي النائب حاج طارق. الله يخليك يا أبو سيد، وحشنا والله، وحشنا أبو سيد والله، وحشنا حضرتك، وحشني اكتر والله معالي الناس، مفتقدينك والله. حياتي الاستاذ عبد الناصر زيدان صاحب المواقف الرجوليه، ويمكن من نعم ربنا عليا عبد الناصر زيدان في المرحله الاخيره والسنوات الاخيره، ونعم الاخ ونعم الصديق، وتدخل غير عادي في امور كنت يعني لا اتوقعها ان هي تنحل، انما حل حاجات كتير قوي خاصه بسيد الثعلبي. انا بشكره طبعا على هذا الموقف. خليني ابدا كده واسترسل بعد اذن حضراتكم، زي ما سرد الاستاذ عبد الناصر وبدا بالاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، في شك انا بتوجه له بكل الشكر والتقدير، ولكن هي سمه الهيئه الوطنيه للاعلام مع كل موظفيها، على اعتباري احد موظفي الهيئه للاعلام كمقدم برامج ومعد برامج سابق في القناه الخامسه قبل احالتي للمعاش في فبراير 21، فده اللي بيتعامل مع كل الموظفين، انما نظرا للحاله الصحيه اللي بمر بيها، فتعليمات بصراحه من رئيس الهيئه الاستاذ حسين زين بتوجه له بالشكر، وايضا من الدكتور عصام عزوز رئيس الرعايه الصحيه بالتلفزيون، وتدخل النائب سيد نصر الزميل والاخ الفاضل، والاستاذ سامي العزالي المتحدث الرسمي باسم الهيئه الوطنيه. يعني في هذا الشان مش هنسى دور اصحاب المعاشات في دعمهم ليا، واللي هو وعد الاستاذ حسين زين بحل مشكلتهم في الوقت القريب، وكنا في مشاورات خلال الفتره الماضيه مع الاستاذ سامي العزالي رئيس الهيئه المتحدث الرسمي ومع النائب سيد نصر، انما حاله المرض ديت طبعا حاله دون تكمله هذه المشاورات، كل ده في وجود الاستاذ عبد الناصر اللي تدخل عشان اصحاب المعاشات، فان شاء الله باذن الله قريبا هيكون في شيء كويس لاصحاب المعاشات. انتقل من هذه القصه، هبدا بالحاج عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكره القدم، ده مش جديد عليه مسانده كل الرياضيين ووقوفه جنب كل الرياضيين في هذه الحالات او غير هذه الحالات، فكل الشكر والتقدير للحاج عامر حسين، ومش عارف اقول له ايه على اللي بيعمله مع كل الرياضيين واللي عمله مع سيد الثعلبي، فليه كل الشكر والتقدير، وهذا بتدخل برضه من عبد الناصر زيدان. يا عمي ولا عبد الناصر ولا بتاع، يا عم لا. سيد انت بتتكلم بالعافيه، كنت معايا مسكت الميكروفون بايد زي العفريت، انت كنت بتتكلم يلا بالعافيه. يلا نستناك بكره ربنا يسهل ان شاء الله. لسه داخل عمليات الاسبوع اللي جاي يوم الاربعاء، اتفضل. انا اكمل بس الشكر تقديري طبعا الاستاذ محمد مصلحي، مفيش نقاش، محمد مصلحي رئيس الاتحاد قيمه وقامه ويستحق كل التقدير، وان كان احيانا كان نقدنا بيبقى لازع جدا او بيبقى، انما هو بتيبه قلبه بسماحه قلبه كل الحاجات دي خلاص، واحنا بدانا صفحه جديده مع نادي الاتحاد. خلي بالك انت ما فرحتش في الدنيا زي ما فرحت بمكالمه محمد مصلحي شخصيا، دي حقيقي، لانه احنا كان في مرحله جفا. امبارح صراحه قايم من النوم بدري قبل ما اروح على المستشفى، لقيته متصل بيا الساعه 9 10 صباحا، اسعدتني هذه المكالمه، فبادرت انا بالاتصال الراجل مشكورا يعني طيب. بكل سماحه وطيبه قلب، فكل الشكر والتقدير ليه، وده مش جديد عليه يعني. شكرا جزيلا يا كابتن سيد، وربنا يا رب يتم عليك الصحة والعافية وتطلع من العمليات على أفضل ما يكون الأربعاء القادم إن شاء الله. وقت خلص نص دقيقة، عايز أقول حاجة أخيرة في الحقيقة. إذا كان اتحاد الكرة أعطى هدية جميلة لل 56 اللي هي على مقعد الصعود طيب. لا يجوز إعطاؤه ثلاثة شكرا في الهبوط زيادة أو في الصعود تاني زيادة، إذا كان الكلام ده لائحيا ثواني بس
عايزه ينافس في الصعود ثواني اذا كان لائحيا عايزه ينافس في الصعود مفيش مبرر انه يهبط ست. شكرا جزيلا يا جماعه. من الاخر مستمرين معاكم وبنفتح معاكم. قلت لكم البال طويل والوقت هيكشف لكم حقائق مرعبه. اصلاح الكره المصريه يبدا بمشرط جراح. بشكر الحاج عامر حسين جدا ومن بعده وقبله جمال بيه علام واتحاد الكوره. ولكن ليه بخص بالشكر عامر حسين وانا بختم؟ لانه تدخل للانقاذ بالشكل اللائحي اللي عدينا من موسم استثنائي وما يقول لكمش ده غير اللي بيتقي الله. وان شاء الله باذن الله القادم افضل للكره المصريه. مستمرين معاكم والليله معنا حلقه من العيار الثقيل. شكرا جزيلا وشكرا لكل زمايلي. التقيكم على خير. وكل الشكر والتقدير موصول لسياده النائب طارق السعيد عضو مجلس النواب ورئيس نادي الترسانه على هذا الحضور الرائع، وايضا الخضر بابراهيم رئيس مجلس اداره نادي الكرنس والاربع اللي جاي في خناقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دماغه سن والله العظيم. السلام عليكم.